صباح الخير. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هيكون معانا فيها سيد موسى وهو المدير الفني لمنتخب تنس الطاوله البارالمبي، والفقره الثانيه هتكون مع كابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق. ولكن اسمحوا لنا ان احنا نبتدي حلقتنا النهارده بعزاء واجب. الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه المختلفه ينعون ببالغ الحزن والاسى الحاج تيسير الهواري عضو النادي واحد ابرز اعضاء لجنه الحكماء الذي وفاته المنيه بالامس، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. خالص تعزينا. بقاء لله طبعا. حاج تيسير من الرموز الكبيره جدا طبعاً في تحديدا طبعاً عالم كره القدم طبعا المصريه، ربنا يرحمه ويعني يصبر اهله اكيد ويصبر الناس اللي بتحبه، لان الناس اللي بتحبه انت لو شفت امبارح كم التعازي وكم الناس طبعاً اللي كانت حزينه طبعاً على هذا الخبر. طبعا يعني ربنا يصبرنا جميعا، وزي ما دايما بنقول لما بيكون في شخص فعلا اجتهد وعمل او كان ليه ارث كبير في المجال اللي هو بيشتغل في الشخص بيرحل، لكن الأعمال والتاريخ أكيد والسيرة الطيبة هي اللي بتفضل. مليون في المية بالزبط. عندك حق مليون في المية. هو كان شخص استثنائي على كل الأصعدة، وكان كبير لجنة الحكماء طبعا، وكانت الكل أجمع على أن كلمته كمان يا كريم جدا. بصي، الشخص اللي معروف بالعدل لازم تلاقيه محبوب من الكل. هو كان رحمه الله عليه كل الناس بتؤكد لك وتبصم لك بالعشره على ان كلمته كانت عدل فعلا. فبطبيعه الحال لازم هتلاقي المحبه بالشكل ده وكل الناس زعلانه عليه. ومن الشخصيات كمان الحق يقال اللي كانت تعمل في صمت، يعني لو انا هتكلم لا، هو كان ليه دور كبير جدا برضو مع النادي الاهلي واشتغل كتير جدا، لكن هرجع اقول من الشخصيات اللي هي ما بتشتغلش عشان تاخد شعبيه او علشان حد يقول لها برافو انت بتشتغل، لا ابدا، كان يعمل في صمت وكان بيشتغل ان ده دوره. فشخصيه كانت محترمة جدا. الله يرحمك حاجة تيسير ويصبرنا جميعا. أمين يا رب. نبدأ بقى مع حضراتكم النهاردة، وعشان كده كنت بقول حلقة مهمة، لأن احنا هنبدأ أول مشوار طبعا إن شاء الله الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. و عايزين نقول او بقول انا الحفاظ على لقب البطوله، لان من الطبيعي ان انت بتتكلم نادي الاهلي بيدخل اي بطوله الهدف بتاعه الاساسي هو ان هو يفوز بيها، مش بيشارك وخلاص. لو كمان اتحقق يبقى المنطقي ان انت بتتكلم الموسم اللي بعده يبقى كمان هدفه الاساسي هو الحفاظ عليه. واتكلمنا في الكلام ده قبل كده وقلنا بدايه الموسم بتبقى صعبه، خصوصا لما بتبقى محقق موسم استثنائي في اللي فات، لان الجماهير بتبقى منتظره الافضل، لا يمكن تقبل ان انت تقل عن المستوى اللي انت واصل ليه. النهارده هنبدا باذن الله المشوار بمباراة قوية، وكلمنا عن تفاصيلها في الأيام الماضية طبعا أمام المصري، هيكون على ملعب الجيش ببرج العرب. وخليني برضو أفكر حضراتكم وأفكر جمهورنا بمباريات النادي الأهلي في أول خمس جولات من مسابقة الدوري عشان برضو الناس تبقى عارفة. النهاردة هتلعب مع المصري، بعد كده هتلعب مع سيراميكا كليوباترا طبعا في نفس الشهر اللي احنا نتكلم فيه، بعد كده الإسماعيلي في الجولة الثالثة بعده، بعد كده الجونة وبلدية المحلة. مباريات كلها مهمة، مباريات كلها هيبقى فيها تنافسية شديدة. قلنا الكلام ده قبل كده، بداية الموسم الجديد كل الناس وكل الفرق وكل الإدارات وكل المديرين الفنيين داخلين، كل واحد عايز يسيب علامة، عايز يعمل فارق، عايز يعمل سي في قوي. فطبيعي جدا ومشروع جدا، بالتوفيق لكل الأندية بالمناسبة. وعايزة كمان أقول إن أو وارد إن مباراة الجونة هيكون في تأجيل لمشاركة الأهلي وقتها في دوري السوبر أفريقي زي ما حضراتكم عارفين. عن تاريخ كمان بقى لو هرجع ليه النقطة ونتكلم عن مواجهات الفريقين، النادي الاهلي عندك سجل يعني او عنده سجل تاريخي ضد المصري تحديدا، لان انت بتتكلم ان هم اتواجهوا بلغه الارقام. انت بتحبش الكلمه دي بس ليه؟ مين قال ما بحبهاش؟ بلغه الارقام 150 مباراه في السابق، لعبوا مع بعض 125 بطوله دوري، فتاريخ كبير طبعاً. يعني تقعد تحكي فيه كتير طبعا، وده هنعمله في الفقره الحواريه. انتصر الاهلي برضو ب 69 مباراه وخسر 20 لقاء وحسم التعادل في 36 مواجهة. بالتوفيق إن شاء الله النهاردة مباراة قوية طبعا. نتمنى تكون بداية قوية للدوري، لأن ما عندناش أعتقد رفاهية يعني سيناريو آخر. طبعا إن شاء الله تكون بداية فعلا قوية للنادي الأهلي في النسخة الحالية من الدوري. بالمناسبة أول ثلاث مباريات هيكون منهم مباريتين مع أندية جماهيرية، وأكيد طبعا الماتشين دول هيبقى لهم طابع تنافسي شديد الخصوصية. مطلوب مننا كجماهير يعني شوية حاجات، أهمها إن احنا مبدئيا كده وبداية كلام نعمل هولد لأي حاجة حصلت الأسبوع اللي فات،
واعتقد يعني ان الجهاز الفني وطبعا مستر كولر اكيد عنده من الاحترافيه الكامله انه يقدر يخرج اللعيبه خارج اي اجواء سلبيه ممكن تكون اتوجدت بعد خساره السوبر، لان طبعا النادي الاهلي مش بيشارك في بطوله واحده ولا عنده في الموسم ده تحدي واحد. احنا بنتكلم على ان الموسم الحالي ده في كم هستيري من المباريات، احنا بنتكلم في ان الاهلي داخل في 6 أو 7 بطولات هيشارك فيها، منها 3 قبل نهاية السنة دي، آخرها هيكون طبعا كأس العالم للأندية. مباراة النهاردة مباراة المصري يعني في افتتاحية الدوري بالنسبة للنادي الأهلي أكيد ديها معاني كتير، كنا ابتدينا امبارح برضو ندردش مع حضراتكم في هذه التفصيلة، منها أن أنت تكسب من البداية دي حاجة في منتهى الأهمية، وتكسب كمان أمام منافس قوي ده هيكون أمر إيجابي، أن أنت تسجل من البداية وتاخد ثقة الفوز بسرعة شديدة ده أمر جيد جدا. طبعا اتوقع دخول اكتر من عنصر النهارده على الرسوم الفرنسي مودست اللي كتير جدا من جماهير النادي الاهلي اكيد منتظره تتابعه وتشوفه في اول مشاركه ليه بقميص النادي الاهلي، ودي اول مباراه لمودست مع فريق عربي في تاريخه طبعا بعد فتره احترافيه كبيره وناجحه جدا خصوصا في الدوري الالماني مع انديه كولن وبروسيا دورتموند. بنتمنى له وبنتمنى لسكواد النادي الاهلي كله كل التوفيق ماتش النهارده ان شاء الله. بص بالنسبه لمودست يعني ناس كتيره جدا منتظره اللي هيحصل من مودست تحديدا في الملعب او في الدقايق الاولى، يمكن كمان ابتدى الحكم عليه كريم من قبل ما مودست يجي ويلعب ونشوف اللعب ونشوف الاداء في الملعب مع النادي الاهلي، ان برضو انا من الناس المؤمنه جدا اي لاعب غير يعني غير ان هو واخد على اللعب في النادي الاهلي مختلف، يعني ممكن تجيب لاعب يكون مثلا هداف البطوله هداف الدوري هداف يعني الفريق ده، لكن لما بيجي ينضم للنادي الاهلي بتلاقي ممكن اداء مختلف جدا، لا بيبقى كويس جدا يا ممكن ما بيكونش في نفس مستوى لعيبه النادي الاهلي، ده حصل قبل كده في كذا صفقه، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتتكلم الحكم على اداء لاعب في اي نادي ما ينفعش يبقى منذ اللحظات اللي انت بتذكر فيها اسمه طبعا. يعني او اعلان الصفقه ده شيء غير منطقي تماما سواء على لاعب او على اداره فنيه أو على مدير فني أو غيره، الحكم لازم يكون بعد فترة يعني إلى حد ما مش هقول طويلة بس فترة مقبولة أو معقولة، فهي دي النقطة. حصل اندماج بينه وبين بقية السكواد بالظبط، لأن طبعًا. حتى لو إن كان لاعب بيلعب في واحد من أكبر دوريات العالم جاي بيلعب دلوقتي في الدوري المصري، أنا على فكرة أنا مش بسبق لحاجة، إحنا واثقين جدا في اللاعب بتاعنا، لكن أنا بتكلم على فكرة الحكم وعلى الكلام اللي دايما بيتقال وتحديدا مع النادي الأهلي، ما تفهمش في حاجة كده ما بقتش مفهومة شوية أو هي خلاص بقت عادة تقريبا مع كل بداية موسم مع كل ميركاتو لازم يطلع إشاعات لازم يطلع كلام لازم يطلع قيل وقال لازم تطلع تلاقي حد مثلا، ومع احترامي للجميع طبعا في منابر مختلفة طبعا وهم زملائنا وعلى فكرة أصدقاء لينا في بعض الأحيان طلعوا يتكلموا بطريقة كلها الثقة كأن هم قاعدين جوه النادي الأهلي، يعني إحنا بنبقى إعلاميين داخل النادي الأهلي وأكيد إحنا الأقرب لأي معلومة موجودة، يعني هتلاقي المعلومة عندنا قبل أكيد ما هتلاقيها عند زميل آخر في قناة أخرى، لكن القصة كلها إن أنت الواحد بيقعد يتفرج وبيقعد يتفرج وبيبقى عايز من جواه يقول انتوا بتجيبوا الكلام ده منين، لان الكلام كتير قوي في الفتره الاخيره كتير قوي وكل واحد بيتكلم كانه يعني واحد من اللعيبه جوه واحد من الفريق، فانا بستغرب بصراحه، انا مش هتكلم عن انسيدنت او حادث يعني معين، لكن الواحد نفسه الناس يعني خلي كل واحد يركز في نفسه، خلي كل واحد يركز في الفريق بتاعه في الفريق اللي بيشجعه في الاعلام اللي هو بيقدمه، يعني مش لازم علشان انا اتميز لازم اقعد اتكلم بمنطق اللي هو انا عارف كل الكواليس وعلى فكره حصل هنا وعلى فكره حصل هنا، وسمعنا انت الايام اللي فاتت طبعا الحديث اللي دار ان الاهلي مش عارفه ايه ومين اتخانق مع مين ومين، يعني مع احترامي الكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحه عادي انا هو يعني ما انا عايزه بس اعرف الثقه، عارف الثقه بتيجي منين؟ اصل انت بتلاقي يعني 35 برنامج كل برنامج منهم بيؤكد لك ان خدي مني الحصري، عمرك سمعت حد في قناه النادي الاهلي بيطلع يتكلم عن لاعب في أي فرقة تانية أو بيجيب سيرة لاعب في أي فرقة تانية وبيتكلم بمنطق إن هو خد من عندي الحصري أصل حصل في النادي الفلاني كذا؟ عمرنا حتى لما حد بيجي على النادي الأهلي إحنا ما بنطلعش نتكلم بنفس على فكرة اللهجة، يعني إحنا دايما محترمين جدا، وعلى فكرة أنا كنهاوند أنا بحب جدا أرد، بس طالما أنا بشتغل هنا أنا لازم أحترم المكان اللي أنا بشتغل فيه وبلتزم بالردود المتاحة لينا، فهي دي النقطة، أنا ممكن أرد في مكان تاني بقى كنهاوند ماليش علاقة بقناة النادي الأهلي، لكن الواحد بيلتزم وبيحترم المكان والكيان اللي هو بيشتغل فيه والمنبر الإعلامي اللي هو بيطل على حضراتكم منه، فالمنطق ده شوية أنا هنا هخاطب الجماهير بتاعتنا هخاطب أهلنا إحنا عيلة الأهلي، يا ريت
يا ريت لا يعني ما نسيبش ودنا وما نسيبش فكرنا وما نسيبش نفسنا نصدق كل اللي بيتقال من منابر اخرى. صدقوني لو في حاجه احنا هنبقى اول ناس بنتكلم على اساسها. ف يعني خلاص النقطه دي المفروض تبقى خلاص راسخه بالفعل في اذهان الجمهور، واكيد من حكم يعني بحكم متابعتهم الدائمه مش بس برنامجنا لقناه النادي الاهلي بشكل عام، حتى في الفترات اللي بيكون فيها كلام على صفقات جديده لو حضراتكم تركزوا كده هتلاقوا ان احنا وغيرنا من برامج النادي الاهلي غالبا ما بنقولش لا بنعلن عن وجود صفقات من عدمه ولا بنقول اسماء من عدمه، بنستنى لما اداره النادي الاهلي هي اللي تعلن عن الصفقات الجديده. لغايه لما ده بيحصل غالبا بيكون عدينا بمرحله طويله من الهري والهرس بنتفرج عليها بس لكن لا نشارك فيها باي حال من الاحوال. وعلى فكره دي طبيعه الامور في النادي الاهلي ودي طبيعه شخصيه كل من هو تابع للنادي الاهلي، كل منسوبي النادي الاهلي، وعلى فكره كل في مكانه كل في منصبه هتلاقي ان ده توجه عام عند النادي الاهلي، والى حد كبير نقدر نقول ان دي كمان طبيعه جمهور النادي الاهلي بالظبط. وبالنسبه بقى ان انت ذكرت جمهور النادي الاهلي تحديدا النهارده احنا بنتكلم على المباراه طبعا، وهيكون في طبعا حضور جماهيري أكيد. ونتمنى دايما ان احنا نطل على الجميع وعلى العالم كله بالمشهد المحترم اللي احنا اعتدنا عليه. ان شاء الله ده يحصل واحنا واثقين ان ده هيحصل، ويمكن كمان الجماهير هي السبب الاكبر في قصه عودتهم مره ثانيه، والعوده كمان ان شاء الله تكون بساعه كامله في السنوات او في حتى الاشهر القادمه نتمنى والمواسم القادمه، لان ده المشهد اللي احنا دايما كنا بنطالب فيه وده اللي احنا واخدين عليه. فان شاء الله تبقى مباراه يعني من ناحيه الجماهير ومن ناحيه النتيجه ومن ناحيه الاداء ممتعه باذن الله. على ذكر الجماهير، الجماهير بتنور الدنيا في اي استاد، بس انا عايز اقف عند استاد الجيش في برج العرب الحقيقة. يعني كل القائمين عليه بسم الله ما شاء الله كل التحيه والتقدير، عاملين شغل ممتاز وصوره مشرفه للاستاد، وان شاء الله نسعد كلنا بمتابعه ماتشات كتيره تتلعب في النسخه دي من الدوري في هذا الاستاد تحديدا. بالمناسبه امبارح كانت انطلاقه المسابقه المحليه بماتش بين طلائع الجيش والبنك الاهلي، بدايه موفقه طبعا للكابتن عبد الحميد بسيوني مدرب الطلائع اللي الحقيقه الى حد بعيد قدر ان هو يسيطر على مجريات اللقاء ويعني يتغلب على منافسه بهدفين دون رد. طبعا الماتش ده هو الانطلاقه الرسميه للمسابقة. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا ماتشين طبعا، زاد والإسماعيلي، وده ماتش بالمناسبة مهم جدا جدا بين فريق مجتهد وصاعد جديد لدوري الأضواء أمام فريق جماهيري كبير. النتيجة إن شاء الله تكون مرضية ونتابع كلنا ماتش قوي. المباراة الثانية هتكون بين الأهلي والمصري، ودي طبعا المباراة اللي هنتكلم مع حضراتكم النهاردة في كتير من تفاصيلها إن شاء الله. بص عايز اروح بقى بما ان احنا برضو عمالين نتكلم عن كره القدم، بس هروح لخبر حلو خاص بكره القدم بس ليه علاقه شويه بالشق النسائي بقى، ودي من الاخبار فعلا الحلوه اللي اسعدتني انا على المستوى الشخصي. هتشارك مفروض يا كريم محكمتين مصريتين، اولا شهنده المغربي ويارا عاطف في اداره مباريات البطوله الدوليه للسيدات دي للنسخه الثانيه على التوالي، بترشيح بقى منين؟ من الاتحاد السعودي لكره القدم. يعني ده شيء اعتقد مشرف جدا لما كمان محكمات مصر يشاركوا في البطولات الدوليه، اعتقد حاجه يعني نتمناها كمان تكون في الفتره اللي جايه بتحصل بشكل اكبر. يعني طبعا الصور زي ما حضراتكم شايفين دول شكل المحكمتين او دي صور المحكمتين، عايز اقول لكم لو كل واحد بص في السي في بتاعهم بجد لا سي في محترم جدا. وكمان لو انا هتكلم تحديدا خليني اقول عن شهنده، يعني شهنده اصلا عندها تاريخ مميز جدا مع كره القدم لان هي اصلا كانت لاعبه وبعد كده انتقلت لعالم التحكيم، ده كان في بدايه موسم 2014 و15 فهي خبره سنوات طويله، وكمان تم الاعتراف بها رسميا من الاتحاد الدولي لكره القدم موسم 2016 2017. وبرده خليني اقول لحضراتكم هي ظهرت للمره الاولى في الموسم قبل اللي فات بالدوري الممتاز كحكم رابع، وكمان خلال الموسم قبل الماضي ظهرت شهنده كحكم ساحه في مباراه النادي المصري وكمان في ايسترن كومباني في كاس وقتها رابطه الانديه المصريه، وادارت الموسم الماضي كمان مباراه سيراميكا وامبي لو احنا فاكرين. فيعني حاجه مشرفه جدا حلو. وانا سعيده ان بجد النساء المصريات تحديدا كمان قدروا ان هم ينجحوا في مجالات يمكن في السابق يا كريم ما كانتش مالوفه او ما صحيح. كانش في قبول صحيح. مجتمعي صحيح. فيها او كانت بعيده شويه عن العنصر النسائي، لكن في الاول وفي الاخر اللي بيحصل على الارض ده بياكد حاجه واحده وهي الموضوع عنصر او الاساس هي عنصر الكفاءه، ما لهاش علاقه نوعك ايه جنسك ايه راجل ست ما فيش الكلام ده خالص، انت لو عندك كفاءه تقدر ان انت تاخد هذا المنصب او تكون في هذا البوزيشن. فيعني
فبالتوفيق، وحاجه اكيد مشرفه لينا جدا، ونتمنى يبقى في حكام كتير كمان مصريين رجال بيشرفونا في بطولات دوليه من هذا النوع اكيد. وعلى ذكر التشريف وعلى ذكر العناصر النسائيه المضيئه واللي الحقيقه كلنا بنسعد جدا باي نجاح بيحققوه، من ضمن ايقونات العنصر النسائي المضيء هنا جوده طبعا لاعبه منتخب تنس الطاوله اللي احتفلت امبارح بالتتويج باللقب، لقب البطوله الافريقيه اللي اقيمت في تونس، وكمان احتفلت بالتاهل لاولمبياد باريس. نشرت هنا جوده صور ليها عبر صفحتها الرسميه بموقع فيسبوك وعلقت عليها قائله: صباح الخير، خليك ورا حلمك واشتغل كل يوم عليه. وسردت هنا ضمن هذا البوست طبعا البطولات الافريقيه اللي شاركت فيها خلال مسيرتها الرياضيه، وجاءت كالتالي: في 2021 بتقول هي نصا: لعبت بطوله افريقيا للسيدات لاول مره في حياتي وكان عمري 13 سنه، ووصلت للنهائي وللاسف خسرت 4-3 وحصلت على الميداليه الفضيه. في 2022 لعبت بطوله افريقيا للسيدات وحصلت على الميداليه البرونزيه وحصلت على كاس افريقيا للسيدات. في 2023 كنت بطلة افريقيا للسيدات وحصلت على كأس افريقيا للسيدات. وهنا بس للتوضيح عايزين بس نوضح لحضراتكم ان بطولة افريقيا للسيدات بتضم جميع يعني البطلات افريقيا، وكأس افريقيا سيدات بتضم افضل 16 لاعبة في افريقيا. طبعا هنا جودة اللهم صل على النبي يعني بصراحة معجزة في تنس الطاولة، لان هي بتحصد بطولات لفئات عمرية أكبر بكتير من سنها، ومتوقع لها المزيد من النجاحات إن شاء الله، ولا سيما في يعني أولمبياد إن شاء الله باريس 2024. بنتمنى لها كل النجاح والتوفيق. أنت فاكر أول حلقة كانت 10 الصبح في الأهلي من 3 سنين تحديدا؟ طبعاً طبعاً. كانت هنا جودة ضيفة معانا، وكان وقتها عندها تقريبا 14 سنة أنا فاكرة، وحكت لنا حتى هي قصتها. هي كانت قصيرة جدا أول ما ابتدت، وكانت حتى بيقصوا من الترابيز عشان تعرف إن هي تلعب، ففعلا هي موهبة كبيرة. ولما قعدنا اتكلمنا معاها وقتها تحس إن هي طفلة طبعا، لكن طفلة عندها يعني حلم كبير جدا، وهي بتتكلم عن البطولات اللي نفسها تحققها وكان حلمها إيه وغيره. فصناعة بطل أولمبي بجد يعني يتماشى مع هنا جودة تحديدا. بس لو أنت بصيت بقى لهنا جودة هتلاقي إن في دعم كبير جدا من النادي اللي هي تنتمي ليه، وطبعا هو النادي الاهلي. هتلاقي فيه دعم كبير جدا من اهلها طبعا. هتلاقي فيه سبونسر بيدعمها كمان طبعا. ماديا، وواقف كمان في مسيرتها بيساعد، ودي نقطه مهمه جدا. فلما تيجي تتكلم هو ده او هي دي المتطلبات اللي اي بطل محتاجها صحيح. مش ده بقى متوفر عند كل اللعيبه الثانيه يا كريم والابطال التانيين. احنا اتكلمنا في الملف ده كتير جدا، وهنفضل نتكلم فيه بالمناسبه لغايه لما يتحل، يعني مش هنزهق. فلما انت توفر كل الامكانيات دي مع الموهبه طبعا تصنع منك بطل وتعمل ميداليات، ويبقى برضو رصيد مصر من الميداليات تحديدا في الأولمبياد أعلى. فإحنا نتمنى أن كل الاهتمام ده يكون لكل كمان الأبطال بتوعنا في الرياضات المختلفة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لأن هم يستحقوا. دي أكتر فئة تستحق حقيقي والله. يعني إنجاز التعبير لو اعتبرنا اللي أنت قلتيه ده مقادير للطبخة، فطبيعي جدا تبقى نتيجة الطبخة مرضية ومشرفة كما هو الحال في حالة هنا جودة. بالزبط. يعني لو نفس اللي انت فعلا بتقولي يتحقق لكل أبطالنا، هيبقى عندنا في كل رياضة 50 هنا جودة في كل رياضة فعلا. بالزبط. بس يعني أنا واحد من الناس ما بقتش فاهم الحقيقة، هو المشكلة في قلة الموارد؟ لا. ولا المشكلة في توزيع المداخين؟ الموارد. أنا افتكرت المواهب. لا، قلة المواهب أشك إن احنا عندنا الموارد. لا، الموارد ده فشور. ده أكيد احنا عندنا قلة أكيد في الموارد. وأعتقد كمان يعني كل اتحاد الجزء او الشق المخصص ليه ماديا اعتقد غير كافي، يعني لا يغطي كل الاحتياجات المطلوبه للابطال، سواء على المستوى برضه الفردي او الجماعي. وده بكلام الابطال بتوعنا مش بكلامي انا او كريم، يعني احنا سمعنا الكلام ده منهم هم تحديدا. قلنا الحل قبل كده لازم يكون في شخص هو المسؤول عن يعني احياء المصادر، او ان هو يبتدي يدور على مصادر دخل للاتحاد او للعبه بتاعته. ده بيجي من خلال بقى الشركات الوطنيه، بيجي من خلال الاعلانات، بيجي من خلال طرق يعني الى حد كبير ممكن تكون يعني سهلة، ما هيش صعبة انها تتحقق بالمناسبة على ارض الواقع يعني، بس هي محتاجة شغل طبعا. يعني ملف برضه هنرجع نقول مهم، اتكلمنا فيه امبارح واتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات، بس يعني نتمنى على ارض الواقع فعلا حاجة مختلفة تحصل، لان الابطال دول هرجع اقول اكتر فئة تستحق ذلك. لما يبقى حد رايح بيمثل بلدك، بيمثل بلدك في محفل دولي وبيرفع علمك في المحفل الدولي ده لو فاز، فأكيد ده لازم يستحق كل الاهتمام وكل التقدير وكل يعني زي ما بتقال كده الدعم. بالظبط. مننا ومن الجهات كمان المختصة والمسؤولة، ده أكيد. طيب، بمناسبة بقى الإشاعات اللي احنا كنا عمالين نتكلم عنها، هي يعني المنتشرة بكل حاجة مش بس على أخبار النادي الأهلي أو غيره. طبعا برضو امبارح من الأخبار اللي أنا قريتها
قال لك ايه بقى؟ قال لك الفتره اللي جايه بمناسبه الطقس يعني هيبقى في عاصفه غير مسبوقه هتضرب البلاد وهيحصل وهيسوي. طب يا جماعه الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب احنا المفروض ناخد اخبارنا من السوشيال ميديا كده اي بوست وخلاص؟ انا يعني هرجع اقول تاني طبعا وكلنا على درايه بهذا الموضوع، بس خلينا ناكد عليه، محدش ياخد معلومه من بوست محطوط. ما ممكن حد يحط صوره اي حد ويقول لك هو قال كذا، يعني مين قال لنا ان ده حصل؟ مين قال لنا ان ده حقيقي؟ لو حد مهتم بخبر اراه وعايز يتاكد صح او غلط يعمل سيرش حتى على جوجل ويدخل يقرا هل الكلام ده مظبوط ولا لا من المصدر اللي هو يعني المختص، خلينا نقول هيئه الارصاد الجويه او غيره. على كل حال خلينا دلوقتي نتابع درجات الحراره والطقس ونرجع نكمل. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. زميلتنا العزيزه نورهان طبان موجوده حاليا في مقر نادي الاهلي بالجزيره وعلى اتم استعداد ان هي تعرفنا اي اخر الاخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نعماند، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره نطلعكم على اخبار النادي وفرقه المختلفه، وزي ما عودناكم برضو طبعا بنحب نقول لكم الاجواء في بدايه رسالتنا. يعني يمكن طبعا الجو افضل بكتير جدا من الايام اللي فاتت، ويمكن كان في شويه سقعه كده حتى، يعني احنا موجودين بره المبنى الاجتماعي بنستمتع بالجو وبالساعات الاولى طبعا من صباح اليوم هنا في النادي. الابواب يعني طبعا فتحت للاعضاء في الساعات الاولى، في اعضاء كتير بيحبوا يجوا يستمتعوا بالصباح ونسيم النسائم الصباحيه هنا في مقر النادي طبعا في الجزيره. اما بقى طبعا لاخبارنا والفريق الاول لكره القدم، والنهارده بدايه انطلاقه موسم جديد وان شاء الله يكون سعيد زي الموسم الماضي طبعا بمباراه المصري اليوم في الانطلاقه طبعا باستاد برج العرب الساعه 7 النهارده ان شاء الله. كل امنياتنا القلبيه للفريق الاول ان هو طبعا يعني يقدم مباراه جيده، وايضا طبعا تكون انطلاقه كويسه للفريق في الموسم الجديد. كمان خلينا اقول لكم انه يمكن طبعا مستر مارسيل كولر كان تحدث مع اللاعبين عقب الخساره من اتحاد العاصمه الجزائري في مباراه السوبر الافريقي وعلى هامش المران اللي طبعا كان اختتم امس استعدادا لمباراه اليوم. يمكن نتكلم مع اللاعبين عن اخطاء مباراه اتحاد العاصمه ويمكن بالفيديو وراهم اخطائهم، وكل اللاعبين كان بيشرح لهم بشكل فني وتقني ازاي ما كرروش الاخطاء دي في الموسم القادم. وان شاء الله طبعا زي ما قلنا لكم النهارده يكون انطلاقه قويه للفريق. خلينا طبعا نفكركم ان استمرار غياب عمرو السوليه وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وايضا خالد واكرم توفيق وكريم فؤاد للاصابه، بينما طبعا يغيب محمود كهربا وحسين الشحات للايقاف. كل امنياتنا القلبيه للفريق الاول لكره القدم النهارده ان شاء الله يحققوا نتيجه ايجابيه. وعلى هامش طبعا مباراه اليوم خلينا نقول لكم شويه ارقام لمواجهات النادي الاهلي والمصري. يمكن تواجهوا الفريقان في 150 مناسبه، النادي الاهلي فاز في 88 مباراه بينما النادي المصري فاز في 25 وتعادلوا في 37 مباراه. اما بقى على صعيد الاهداف فيمكن النادي الاهلي سجل 232 هدف بينما النادي المصري سجل 116 هدف في شباك النادي الاهلي. كانت اخر مواجهه ما بين الفريقين انتهت بفوز النادي الاهلي في كاس مصر بهدفين مقابل هدف. اما في الموسم الماضي في بطوله الدوري فمباراتين الفريقان طبعا انتهت بالتعادل السلبي للفريقان. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى فرجال اليد النهارده هيواجهوا اصحاب الجياد ضمن منافسات الجوله السادسه في طبعا بطوله كره اليد للمحترفين. كل امنياتنا القلبيه لرجال اليد اليوم ان هم يحققوا نتائج ايجابيه زي ما عودونا ان شاء الله وزي ما كانوا طبعا الموسم اللي فات على قدر المسؤوليه. اما بقى في طبعا رجال السله وصلوا سنغافوره امس وبيستعدوا لخوض منافسات كاس العالم، وان شاء الله هتكون اول مباراه للنادي الاهلي يوم الخميس المقبل في بطوله كاس العالم للانديه امام ايجنت الامريكي. وكمان بحب افكركم انه في مجموعه النادي الاهلي فريق ايجنت الامريكي وايضا فرانكا البرازيلي. دي كانت طبعا ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى للاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه المتميزه كالمعتاد.
هننتقل بقى كريم، خلينا نروح ل يعني الخارج شويه ونروح للكره العالميه، وهنتكلم عن النهارده اللي هيكون فيه انطلاق لاول مرحله، يعني بنتكلم في الدوري، دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا، وعندنا ماتشات النهارده مهمه جدا. خليني اقول لحضراتكم تحديدا ماتشات النهارده. اولا عندك يا كريم ميلان الايطالي، عنده مواجهه قويه جدا النهارده، هتكون مع او قدام نيوكاسل الانجليزي طبعا. المباراه دي هتكون قويه كمان بتتكلم تحديدا لان نيوكاسل يعني بقاله فتره خلينا نقول كده، او هي خلينا نقول مباراه اصلا هتبقى خارج التوقعات، لان انت عندك هنا انها كمان المشاركه الاولى ليه بعد غياب طويل جدا. بتتكلم نيوكاسل كمان بعد الشكل الجديد والاستثمار السعودي في النادي، واللي كمان حطه في مكان اعتقد مختلف ومميز جدا عن الموسم، او خلينا نقول تحديدا من الموسم اللي فات في البريميوم ليج يا كريم طبعا. ده غير كمان على الصعيد الثاني انت بتتكلم ان ميلان سجل حضور كمان مميز في دوري ابطال اوروبا النسخه الاخيره، ووصل كمان للدور نصف النهائي. طيب المواجهه الثانيه القويه برضو هتجمع بين لاتسيو الايطالي واتلتيكو مدريد الاسباني، وهي مباراه برضو خارج التوقعات زي ما بيتقال عنها، لانها بين يعني مدرستين عندهم نفس درجه الطموح بشكل يمكن مستمر، وبين اثنين كمان مدربين يعني تقدر تقول ليهم نفس المدرسه الدفاعيه في الاداء يعني. فمباراه هتبقى حلوه وضربه بدايه برضو اعتقد قويه جدا، واعتقد برضو الناس كلها بتتابع من خارج كمان او تحديدا من الوطن العربي عربي طبعًا. الماتشات دي بتبقى ممتعه بشكل كبير، وفي ناس تقول لك احنا بنحب بقى نتفرج على الكوره اللي بجد. انا اتمنى ان في يوم من الايام لما تيجي تتفرج على الكوره العربيه، الكوره الافريقيه والكوره المصريه، تقول انا بتفرج على الكوره اللي بجد. يعني اتمنى واعتقد يا كريم ممكن تحصل في فتره ما. ده في ناس بتقول لك ده انا بغسل عيني لما بتفرج على دوري ابطال اوروبا تحديدا. عقبال عندنا صحيح، عقبال عندنا. بالمناسبه المواجهه الثالثه ان شاء الله هتكون يعني مواجهه بطل اوروبا مانشستر سيتي، يعني اللي هو اول واقرب المرشحين للفوز باي بطوله هيشارك فيها. هيلعب الماتش ده امام سيرفينيا الصربي، وهي مباراه يعني الى حد بعيد نقدر نقول ان هي شبه محسومه طبعا لبطل اوروبا. الكلام بس على مين اللي هيسجل الاول، هل هالاند ولا حد تاني من نجوم السيتي، طبعا مع مدربهم المتالق جوارديولا. يعني كمان في مواجهه قويه جدا هتجمع ما بين باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، وهي مباراه وارد فيها كل شيء. هل بروسيا دورتموند هيتاثر برحيل نجمه بيلينغهام، وهل باريس سان جيرمان هيقدر يكون دي رده فعل قويه بعد البدايه الغير جيده في الدوري الفرنسي؟ يعني اخر مباراه كمان هتكون مهمه جدا، هتكون ما بين برشلونه طبعا حامل لقب الليجا الاسبانيه في مواجهه رويال البلجيكي في الكامب نو، وهي مباراه برضو متاحه جدا الحقيقه للمدرب تشافي ونجومه. خلونا نتابع ونشوف الدنيا هتسفر عن ايه، ونشوف اليوم الاول في الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا النهارده ان شاء الله هنشوف من خلالها ايه، واكيد لكل يعني حديث او لكل مقام المقال زي ما بتقال مع نهايه المباريات دي. اكيد بكره ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن خلاصتها. بص دوري ابطال اوروبا اعتقد يعني هيشهد هذا الموسم او هذه السنه شكل مختلف، لان انت عندك مش هقول معظم لا لعيبه كتيره جدا رحلت اصلا عن الانديه ورحلت عن هذا الدوري، فيعني لا في شكل جديد، في اختلاف كبير جدا هيكون ظاهر طبعا، وفي انديه تاثرت برحيل لعيبه من عندها اكيد برضو بالصفقات الاخيره شفناها تحديدا مع الدوري السعودي، فلا هيبقى في طبعا اختلاف، وربما ده يؤثر يا كريم على كمان الترتيب وعلى خلينا نقول ما هو معهود كمان في يعني السابق من بعض الانديه اللي هي كانت بتتالق، من بعض الانديه اللي كانت بتحصل على البطوله اكتر من مره، ربما ده فعلا يبقى ليه تاثير كبير جدا. فهنتابع بس زي ما قلت لك 2024 اعتقد سنه هتشهد اختلاف كبير جدا في كره القدم، سواء بنتكلم محليا او عالميا. هل بقى جيد او غير جيد ما اعرفش، بس ده توقعي، هتبقى سنه مختلفه يعني. طيب مشهد امبارح كتير من الناس شافته، سواء في لقطات فيديو او لقطات يعني صور على المواقع المختلفه، وهي لقطه تحديدا لما شفنا الباص او الحافله بتاعه نادي النصر السعوديه وصلت تحديدا لايران. كان طبعا يعني مشهد المشهد بيتكلم عن نفسه يعني طبعا، وكان متوقع طبعا الى حد كبير برضو في مواجهه مع فريق ايراني كبير للنصر السعودي. الحشود بقى زي ما حضراتكم شايفين اللي كانت حوالين الاتوبيس كانت رهيبه يعني، وكله اعتقد يا كريم رايح تحديدا عشان رونالدو، عايزين طبعًا يعني يتصوروا معاه وغيره، ف يعني بالنسبه لهم حدث طبعا ده حدث جلل كمان مش حدث عادي صحيح.
خصوصا الاطفال. خلي بالك رونالدو يعني ممكن تلاقي مثلا نجم ميسي مثلا في اطفال كتير بتحبه، بس رونالدو معروف عنه ان الاطفال اكتر بتحبه. ف كان ليه في الفتره الاخيره كان فيديو يعني حلوين بحلاوه ما احكيلكيش، منهم طفل كفيف يعني وكان محتضن واداله التيشيرت بتاعه، يعني كانت حدوته كده. ما بقول لك لا، الفتره الاخيره ليه فيديوهات حلوه قوي في الاطار ده الحقيقه. طيب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو جراف اللي هنتعرف من خلاله على اعظم 10 لاعبين شطرنج عبر التاريخ. هنتابع معاكم ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. قد يكون برنامجنا ده 10 الصبح في الاهلي من اكثر البرامج اللي بتلقي الضوء على ملف الرياضات البارالمبيه المختلفه، وده اللي هنعمله دلوقتي في هذه الفقره. النهارده هنتكلم مع حضراتكم تحديدا عن تنس الطاوله البارالمبي، والحقيقه في كلام كتير هيتقال في هذا الاطار، خصوصا وان مصر بتستضيف منافسات البطوله الافريقيه المؤهله لبارالمبياد باريس 2024. ده طبعا غير ان منتخبنا حقق مؤخرا عدد من الميداليات في مجموعه من البطولات الدوليه المختلفه. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف منورنا ومشرفنا النهارده ضيفنا كابتن سيد موسى، مدرب المنتخب المصري البارالمبي لتنس الطاوله، والجدير بالذكر حضرات ان هو الملقب بكابتن سيد الصيني، واكيد هنحب نعرف منه تفسير هذا المسمى. منور الدنيا، صباح الفل يا كابتن. صباح الجمال وصباح النور، وانا سعيد اني مع حضرتك استاذ كريم، وسعيد مع استاذ نهاوند. اهلا بيك. وانا متابع جيد للبرنامج طبعا. يسعدنا وكل يعني فخر ان انا اكون مع حضراتكم يعني. نور الدنيا. يعني احنا شهداء طبعا بالاستعدادات كمان اللي حضراتكم يعني بتتخذوها دلوقتي، والشغل اللي بيتم، والبطوله طبعا افريقيه مهمه جدا هذه البطوله. نبدا من هنا برضو يا كابتن، وتقول لنا كمان وتطمنا الاستعدادات وصل لغايه فين، احنا البطوله دي عايزينها يعني ان شاء أكيد الله. اكيد والله ببدا من احنا معسكرنا كان ابتدى يوم 5/9، والمفروض ان هو ينتهي النهارده ان شاء الله، لان البطوله بكره. كمان كان في صاله حسن مصطفى اللي عايز كمان اتطرق لها في الكلام، ان حاجه مصدر فخر لينا كلنا قدام الاتحاد الدولي، لان كان في معسكر برضو بينظمه الاتحاد الدولي كان بقياده الخبير الايطالي اليساندرو، اللي قعد يعني كنا امبارح في العشاء يعني بيقعد يعني في تقريره بيتكلم باشاده كبيره ان صاله زي دي فيها فندق، فيها صالات، فيها ارضيه، فيها اضاءه، يعني هو الراجل بيقول ان كل حاجه كانت فوق الممتازه في تقريره يعني. وكان يعني معانا بعض الدول ضمن الاتحاد الدولي يعني في التدريب، كان معانا الكاميرون، كان معانا لعيبه من كينيا، كان معانا لعيبه من جنوب افريقيا. بس فاستعدنا للبطوله يعني من يوم 5. حلوه الاشاده دي لما تيجي من خبير دولي وايطالي يعني شاف قليل وكتير، فكله يثني على حاجه زي كده، ومش مضطر انه يعمل كده، مش مجامله اكيد. هو بيقر واقع هو لمسه بنفسه. ده هو حضرتك بقاله 12 سنه هو ماسك يعني الخبير اللي بيجي للدول من قبل الاتحاد الدولي، يعني هو حاجه كده يعني في الكلاسات هنتطرق اليها، يعني كلاسات الجلوس او الوقوف. فهو طبعا حد يعني فيمس يعني مشهور يعني. بس البطوله كمان يعني من مميزاتها ان هي تقام في مصر او في صاله حسن مصطفى، ان هي بتسمح لنا بالمشاركه باكبر عدد من اللاعبين، بتسمح لنا بشاركه 3 في كل ايفنت او 3 في كل كلاس، يعني في حدود 60 لاعب ولاعبه من اجمالي 109 لاعب ولاعبه في اجمال البطوله. من المميزات برضو ان في حاجه اسمها التصنيف الطبي، دي بتبقى يعني في الكلاسات بتبقى في من كلاس 1 ل 5، ده بيبقى وضع جلوس اللي هو الكرسي المتحرك، وفي من 6 ل 10 ده بيبقى وضع الوقوف. فبتبقى طبعا مين اللي بيصنف بيقول مين كلاس 1، مين كلاس 2، مين كلاس 10 وقوف. يكاد يكون كلاس 9 و10 ده أسوأ، يكاد حاجات بتبقى مشاكل بسيطه يعني. طب مين اللي بيحددها؟ هو التصنيف الطبي، وده برضو ليها حد معين اللي هو مستر بابلو، برضو ايطالي بيجي هو يحدد. فميزتنا ان احنا تقام في مصر البطوله ان في بتبقى كلاسات ممكن العداله متحققه من خلال التصنيف ده على طول. بالظبط كده العداله، لان في اعاقات بتبقى شديده في حسب درجه الشده. فدي كانت ميزه برضو ان احنا يعني الاتحاد الدولي جاي بتصنيفه الطبي، جاي يحدد الكلاسات مين يبقى في 2، مين ممكن، مين من 7 يعني حصل من 9، مين ممكن ينزل في كلاس 7.
كده يعني. التعامل مع الأبطال البارالمبيين بتوعنا مش سهل، فخلينا نعرف أكتر يعني المدربين والطاقم اللي بيكون معاهم، هل هم مدربين؟ هل عندهم من الخبرة اللي برضو بيقدروا يشجعوهم، بيقدروا يكونوا داعمين ليهم خصوصا في البطولات الكبيرة زي ما احنا بنتكلم دلوقتي البطولة الأفريقية؟ يعني التعامل ازاي؟ لأن مهم جدا ان انت تتعامل معه وتبقى فاهم ازاي برضو تتعامل مع البطل البارالمبي باختلاف طبعا نسبة يعني الإعاقة، دي بتبقى نقطة مهمة. حضرتك في الجهاز موجود الكابتن رامي جاسر، موجود الكابتن جمال زينهم، موجود الكابتن حربي الطوي. الفكرة في سؤال حضرتك ان احنا لو قلنا التعامل ازاي، انا حابب برضو اتطرق لصدفة يعني خاصة او شخصية بيا، ان انا كنت في تصفيات ريو دي جانيرو كنت ماسك منتخب السودان للأسوياء. فانا دلوقتي الحمد لله في افريقيا المؤهلة لباريس 2024. فايه الفرق بقى في التعامل؟ أيوة. ده اللي اكتشفته الفتره اللي فاتت، دي نقطه يعني كانت بالنسبه لي حساسه، ان انا من عالم يعني الاسوياء لعالم البارالمبي، لقيت المتعه الحقيقيه فعلا في البارالمبي. انا بقولها ازاي بقى؟ اولا اللي يلعب بارالمبي لازم يستخدم دماغه، مش هيبقى بطل الا بعقله في المقام الاول، لازم دماغه دي تكون شغاله كويس قوي، لان هو بيفتقد بعض الامور البدنيه طبعا، فبالتالي بيعوضها ذهنيا طبعا. مظبوط. فلما نزلت كمان العب معاهم لقيت ان مستوى التفكير عالي قوي، عالي قوي يعني في اللعب، لان احنا عندنا يعني احيانا يعني كان في بطوله ريو دي جانيرو في الاسوياء التصفيات بتاعتها، لا بيبقى احيانا في لعيب عنده سرعات، عنده بدني قوي، لكن سوري ممكن متواضع شويه، مش بعافيه شويه، لكن أيوة. في البارالمبي لا، بيبقى فعلا البطل بيبقى حاجه فظيعه في طريقه تفكيره، بيعملوا حاجات كمان في وضع يعني سواء وضع الوقوف اللي هو كراس من 6 ل 10 او من 1 ل 5 اللي هو وضع الجلوس. انا كمان جربت يعني في التدريبات ان كمان ابقى معاهم في وضع الجلوس، يعني ببقى جايب كرسي وقاعد عشان يبقى فيه الفيلينج، يبقى فيه الاحساس موجود. لا لقيت ان انا كمان يعني عقليا تطورت، يعني ابتدى يفيدني الموضوع. طبعا، لان خلاص انا قاعد فجاه حركتي بتبقى محدوده. صحيح. فهنا اذا يبقى التطوير العقلي او الذهني والعقلي مطلوب جدا. الابطال دول يعني احنا بنتكلم على قصص كفاح بالمعنى الحرفي، الناس دي بتكافح وبتخوض في صراعات ومستحمله حاجات كتير قوي، ومع هذا محققين نجاحات مدويه في دنيا الرياضه. ملخص حياتهم طبقا لعشرتك معاهم يا كابتن، يعني مفردات وتفاصيل يومهم عامل ازاي؟ نوعيه العقبات اللي هم بيضطروا يخوضوا فيها يوميا واصله لفين؟ واصله ان فعلا حياتك يعني قلت كلام جميل، ان هم فعلا ابطال حقيقيين، ابطال في الاراده، ابطال في العزيمه، تحديات في كل حاجه يعني سوري في 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 طريقه المعيشه، لان احنا طبعا قاعدين معسكر في فندق واحد طبعا. فالواحد شايف بعينه، لا الناس دي ابطال حقيقيين، ابطال اراده وعزيمه، مش في التدريب وبس، لا فيما تحضير قبل التدريب، يعني في الحياه الطبيعيه طبعا. في الفندق، في المطعم، في التدريب، في ان احنا لا الموضوع يعني كبير، وخاصه ان احنا عندنا نماذج يعني في موجوده في المعسكر حاجه يعني مش طبيعيه يعني ما شاء الله. طب في المقابل هم بيحصلوا على ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي بتكلم عندي بطل استثنائي بهذا الشكل، هم اللي بيجيبوا لنا رصيد من البطولات والميداليات اكتر بكتير من الاولمبياد اللي بناخدها. طيب على الصعيد بقى الاهتمام بيهم، وعلى صعيد الصرف والشق المادي والغذاء والشق النفسي، الدعم النفسي وغيره، اخصائي النفسي، كل ده اللي بيبقى ليه او كل بطل منهم لازم يكون ليه طاقم كامل، ف احنا بنقدم ده ولا لا؟ والابتسامه دي بتديني احساس ان لا
لا لا انا بالعكس اتكشفت يا كابتن. لا 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 لا, 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 لا انا اللي هفاجئكم. انا اسف على أنا فكره انا عايزه اتفاجئ انا وكريم جدا ويا ريت تفاجئنا باخبار حلوه لان احنا نتمنى اي بطل مصري على المستوى البارالمبي او على المستوى الاولمبياد ان هو ياخد ويحصل على كل الدعم لان في الاخر هو اللي هيحاسب لو ما جابش الميداليه المطلوبه فلازم اقدم له كل اللي هو بيحتاجه فطمنا طبعا يا ريت. انا هفاجئ حضرتك معلش ان انا سبب ابتسامتي نظرتي للاستاذ كريم لان لو الكاميرا جايه على الاستاذ كريم انا اسف يعني يعني كنت مشاعر بتعمل ايه يا كريم؟ مشاعر لا مشاعر احساس يعني طلعت يعني انا حاسس ان في مشاعر طلعت في عينيه فهي دي سبب ابتسامتي ان هو حاسس قد ايه ان في ابطال تحدي وابتدي انا بالك احنا الاثنين عندنا نفس الشعور واحنا الاثنين عندنا نفس الاصرار على مناقشه النوع ده من المحاذير اجازه التعبير وبالمناسبه دايما بنتك اكتر في كلامنا على او لصالح الابطال البارالمبيين تحديدا طبعا بنطالب ان كل يكون مرضي بما يتماشى مع نوعيه النجاحات اللي هم بيحققوها بس البارالمبيين ليهم خصوصيه شديده جدا. انا هجاوب على الاستاذ هاوند في القصه دي انا مش عايز اقول كلام مسترسل بس دي حقيقه انا دخلت المنتخب يمكن من 3-4 شهور لقيت لا يعني عايز اقول بنشكر فعلا الدوله المصريه باللي شفته يعني شفت انا اللي شفته في اهتمام شفته ان في رعايه شفت ان احنا عملنا معسكرات في المركز الاولمبي توفير راحه طقم اللي جوه بيبقى الصالات لا يعني بحس ان معامله البارالمبي حاجه ليها تقديرها الشخصي والمعنوي لقيت ان يعني في شكري فعلا للدوله المصريه مش عايز اقول برضو كلام يبقى قاعد زي اي حد بيقول لكن فعلا حسيت ان انا معانا مثلا مستشار عصام زيدان احنا شايفينه الوقت كله بالتليفون الوقت كله متابعه مع مكتب الوزير يعني بنشكره طبعا الدكتور اشرف صبحي. طب ده مترجم في مرتبات مترجم في مكافآت يعني ما هو لازم الكلام والاهتمام ده يترجم في حاجه ماديه اقدر المسها اوكي قولها لنا لو اللي طبعا اللي بتبقى فيه مكافآت مجزيه يعني طبعا لو ناخدها من فوق بتبقى الاولمبياد لا بتبقى مبالغ وارقام عاليه يعني بتبقى موجوده. ده في المعسكر كابتن سيد هنا ولا ايه؟ ده ايه ده امبارح معسكر ودي يمكن صورت انا الخبير اهو مدينا ظهره في الكاميروني استعنا يعني كان موجود ضمن المعسكر كان مقسم دي جنوب افريقيا جنوب افريقيا الاثنين من جنوب افريقيا الصور احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا يعني الاربع اوكي ده برضو من الكاميرون ادي هو الخبير الايطالي حاجه فعلا استفدنا منها كويس قوي الساندرو وعندنا نماذج يعني يمكن انا مش حابب يعني اتطرق لاي اسماء تحديدا عشان كل الابطال اللي عندنا هم كلهم مؤهلين ان هم يترشحوا ان شاء الله لباريس بالظبط كده باريس 2024 يعني فبالتالي لكن حقيقة عندنا أبطال أدي يمكن وضع جروس كلاسات مختلفة يمكن دي صورة جماعية للتيم كله يعني فبس شايفين في وضع الجلوس شايفين في لعيبة في وضع الوقوف في الكلاسات المختلفة بس فبنتمنى التوفيق ان شاء الله يعني. خلينا ناخد على التليفون بقى برضو سياده المستشار عصام زيدان عضو مجلس اداره تنس الطاوله. سياده المستشار لسه كنا في سيره حضرتك حالا صباح الهنا عليك. صباح الفل عليك وعلى المستمعين والمشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك وبنتكلم مع كابتن سيد على الاستعدادات طبعا لبطوله افريقيا ومدى اهميتها وبنطمن على ابطالنا في طبعا تنس الطاوله ومصر ان شاء الله الى اين في هذه الرياضه وهل احنا باذن الله كمان في الاولمبياد والبارالمبياد باذن الله ممكن نحصل كمان على ميداليات ولا لا خلينا نطمن من حضرتك تفضل يا فندم. حضرتك الطاوله بتاعتنا دي الحمد لله يعني احنا مش قادر اقول لك يعني محققين ايه يمكن حضراتكم كنتوا لسه الاسبوع اللي فات ده بطوله افريقيا للاسوياء كانت في تونس ولسه منتهيه والحمد لله مصر اتاهلت لباريس في الاسوياء وان شاء الله ان شاء الله في بطوله افريقيا للمعاقين اللي هي البارالمبي اللي هي هتبدا من بكره ان شاء الله في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر ان شاء الله برضو يتاهلوا باذن الله لان احنا في تنس الطاوله الحمد لله احنا متميزين جدا
على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي وحتى على المستوى العالمي كمان. احنا يعني الحمد لله عندنا المنتخب المصري كان طالع في اخر بطوله عالم طالع التاسع، ودي عمرها ما حصلت قبل كده يعني. فالحمد لله تنس الطاوله ماشيه الى الامام وبتتقدم، وان شاء الله نشرف مصر باذن الله ونحقق فيها حاجه كويسه. انا افتكر اولمبياد طوكيو كنا معانا مثال اكثر من رائع وهو حمادته طبعا، وقلنا هذا البطل الاستثنائي اللي العالم كله كان بيشهد الماتشات بتاعته وكان بيتابع الماتشات بتاعته. هل ممكن يبقى عندنا كذا حمادته كمان في الفتره اللي جايه؟ وهل احنا اصلا عندنا نماذج زي دي كده استثنائيه بمعنى الكلمه؟ عندنا نماذج كتير يا فندم، بس حمادته ده حاجه استثنائيه فعلا. صحيح. حاجه ما شفناهاش ولا صعب جدا ان احنا نشوفها تاني، دي حاله فريده من نوعها، واحنا مسمينه حتى ايقونه تنس الطاوله، الوحيد اللاعب الوحيد في العالم كله اللي بيلعب ببقه وبيستطيع التحكم في الكوره برجله، يعني النهارده من قواعد التنس الطاوله ان انت لما تيجي تلعب الارسال لازم مثلا بترفع الكوره لفوق قوي وهي نازله بتلعبها بالمضرب الارسال. لو حضرتك عملتي الحركه دي بايدك صعب ان الكره تنزل ستريت او مستقيمه، ممكن تنزل تبقى واخده زاويه او تحود او تتعوج او كده يعني، فما بالك لو بتعمليها بقى برجلك. فدي حاجه الراجل ده يعني مش قادر اقول لك، العالم كله بيتفرج عليه، ابطال العالم في تنس الطاوله حتى السلام الاسوياء صحيح بيروحوا يتصوروا معاه لما يشوفوه. ده حاله يعني ربنا يديله الصحه يا رب. هو حاليا فين سياده المستشار؟ موجود يعني موجود معانا في المعسكر. احنا حضرتك عاملين بالنسبه لسؤالك الاولاني، احنا عاملين استعدادات جامده جدا جدا للتاهيل لباريس، من ضمنها اللي هيأهل لباريس هي بطوله افريقيا اللي هي تبدا بكره عندنا دي اللي بيطلع فيها، لان التاهيل لباريس بيتم بطريقه من طريقتين، حاجه من اثنين، يا اما انك انت تطلع بطل القاره يعني تلعب بطوله افريقيا وتاخد مركز اول انت كده تاهلت خلاص اوتوماتيك، يا اما ان انت حسب الرانكينج حسب النقط، ان مثلا بعد ما بياخدوا ابطال القارات وهم دول كده خلاص اتاهلوا بيكملوا العدد في الاولمبياد، يعني بيكملوا العدد من الرانكينج او من النقط، فيشوفوا بقى مين الاعلى نقط، فاللاعب لازم يكون بيشارك في بطولات دوليه كثيره عشان يقدر يحقق نقط كثيره عشان يتاهل بطريق النقط، لو ما تاهلش بان هو يطلع اول للقاره. تمام. طيب ونسبه ان شاء الله انا هاخدها منك بقى يعني كتوقع، نسبه ان شاء الله الميداليات تحديدا من تنس الطاوله، هل ممكن تقول لنا برضو سياده المستشار كده يعني يعني فرحنا اطمنا على المستوى الافريقي ولا قصدي كميداليات؟ لا انا قصدي على الاولمبياد والبارالمبيكس طبعا. احنا قبل كده حققنا في اولمبياد لندن 2012 كان عندنا لاعب سامح عيد كان حقق ميداليه برونزيه في لندن 2012. وفي بطوله العالم الاخيره اللي كانت مش اولمبياد دي بطوله عالم الاخيره اللي كانت في اسبانيا في شهر 12 اللي فات حققنا ميداليه برونزيه برضو في الدبل ميكس، كان عندنا حسان حفني وفايزه محمود كانوا بيلعبوا دبل ميكس والحمد لله خدوا ميداليه برونزيه في بطوله العالم، ودي برضو انجاز كبير جدا. لا عندنا كمان لاعبين كتير واعدين وصاعدين، وان شاء الله ان شاء الله ممكن نحقق ميداليات في باريس. مش عايز اقاطع واقول مثلا هنحقق كام ولا بتاع، دي يعني دي التوفيق من عند الله، ولكن عايز اقول ان المنافسه شديده جدا جدا، خصوصا اللاعبين بتوع اوروبا جامدين جدا جدا وامكانياتهم اعلى وكده، لكن احنا ان شاء الله. عارف سياده المستشار معلش عفوا هنا عايزه بس اقف عند النقطه حضرتك قلتها، دايما نسمع امكانياتهم في خارج اعلى، امكانياتهم افضل بكتير، هو ايه السبب ان احنا امكانياتنا مش بنفس المستوى؟ هل في مشكله معينه لا تحل؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك لان حضرتك معني بهذا الملف وتعتبر من المسؤولين، فاحنا عايزين نحل، ففين الازمه الحقيقيه يعني؟ حضرتك الازمه الحقيقيه كلها ازمه ماديه، الفلوس. اللعبه بتاعتنا دي لعبه مكلفه جدا جدا، يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان المضرب ده اللي بيلعب بيه اللاعب بيتكون من ثلاث حاجات، خشبه وملزوق عليها جلدتين مثلا، وده ابسط حاجه، ده انا بكلمك في المضرب، سيبك من بقيه الادوات. المضرب الخشبه لوحدها بتبدا من 5000 جنيه.
والجلدتين كل جلده بتبدا من 2000 جنيه السعر. يعني المضرب، يعني المضرب هنقول المضرب مثلا ب 8000 جنيه مثلا. تقول المضرب ب 8 ب 9، المضرب في الرينج ده. يعني النهارده ده كتير طبعا، وخصوصا ان عندنا كمان اللاعبين اللي هم البارالمبيك معظمهم مش ميسورين ماديا، يعني ما هم غير معنيين ان هم يجيبوا الادوات دي بصراحه برضه. ما يعني انا بقول لك، انا بديكي مثال بسيط ودي حاجه من الاف الحاجات في اللعبه. المضرب والكوره ب 50 جنيه، الكوره الصغيره دي اللي بتتكسر من شوطه ولا بتاع ب 50 جنيه. فعايز اقول لك هي العمليه عمليه ماديه، زائد ان احنا المفروض دول العالم كلها، الفرق بيننا وبينهم السؤال اللي حضرتك سالتيه، ان هم بيبقى فيه كمان سبونسرز كتير. يعني بيبقى عندهم شركات، الشركات دي بترعى وبتصرف، والدول الاوروبيه اصلا دول غنيه معروفه، يعني الدولار شوفي بكام. انما احنا بالنسبه لنا عشان تجيبي نفس الادوات اللي هم بيلعبوا بيها، هو بالنسبه له ال 9000 جنيه دي يعني مثلا 300 دولار ولا 250 دولار. طب يا كابتن المستشار، امتى هنوصل لمرحله القيام بثوره ينتج عنها تصحيح للاوضاع الخاطئه اللي كانت حاصله طول السنين اللي فاتت، لما نكون بنتكلم على دوله بالكامل واقفه ورا ابطالها البارالمبيين، وعندنا في هذا الاطار كتير من الكلام ممكن يتقال، وفي مشروعات قوميه لرعايه البطل وصناعه البطل الاولمبي والبارالمبي المستقبلي، وبنتكلم في ان احنا عندنا مشكله في ان كوره التنس الطاوله ب 50 جنيه والمضرب 7-8000 جنيه. ايه اللي لازم يحصل في حيث ان العوار ده، انجاز التعبير وسامحني حضرتك عليه، لازم يختفي؟ ايه المطلوب انه يحصل؟ بص يا كابتن كريم، القصه مش كده. القصه ان احنا الحمد لله الدولة عندنا ووزارة الشباب والرياضة مش متأخرين عننا في أي حاجة. إحنا عندنا قسم البارالمبي ده بالذات وضعه مختلف شوية عن الأسوياء. إزاي؟ يعني هديك مثال بسيط، إحنا في بطولة أفريقيا دي الاتحاد الدولي سامح لكل دولة أن تشارك بحد أقصى 3 لاعبين في كل كلاس. أنت عندك 20 كلاس ومفيش كلاس بيلعب الثاني، كل كلاس بيلعب مع نفسه. يعني كلاس 1 غير كلاس 2 غير كلاس كده. تمام. فلما اكون مشارك انا بثلاثه، لان البطوله في ارضي، يعني الدول اللي جايه تشارك ممكن تشارك بواحد في كل كلاس، ممكن تشارك بواحد في كل كلاس وبعض الكلاسات لا، حسب ما هي شايفه، لان اللاعب بتاعها هيكلفها. لكن احنا كدوله منظمه وضعنا مختلف. احنا كدوله منظمه نفس العدد، بس الوضع المختلف ان احنا هنشارك بالحد الاقصى، هشارك لكل كلاس بثلاث لعيبه. فبعمل ايه؟ باخد افضل 3 لعيبه في مصر في الكلاس ده واقول ان هم دول اللي هيمثلوا مصر في البطوله دي. انا عندي بقول لحضرتك 11 كلاس في الرجال و11 في السيدات. تمام. يعني 22 كلاس في 3 لاعبين، يعني 66 لاعب ولاعبه. فين المشكله برضو؟ المشكله ان العدد الكبير ده بيحتاج مصاريف طبعا. محتاج انك توفر له حاجات كتير جدا اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. انت لما ما هي دي نفس المشكله الاصليه اللي احنا بنحاول نوجد لها حل، فتوقعاتنا ان حضرتك ممكن يكون يعني عندك على الاقل تصور لهذا الحل. يعني على سبيل المثال عايز بس اوضح حته صغيره. اتفضل. الاسوياء اللي لعبوا بطوله افريقيا، المنتخب المصري اللي لعب بطوله افريقيا في تونس والحمد لله خدوا المركز الاول، كان عددهم كام؟ كان 5 رجال و5 سيدات. يعني 10 لاعبين هم دول اللي منتخب مصر اللي لعب. انا بقول لحضرتك عندي في بطوله افريقيا دي 66 لاعب ولاعبه. هل تكلفه ال 10 لما توفر لهم ادوات وكذا 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 زي 66؟ ده الفرق بين. طب ما ينفعش يبدلوا المضارب، يعني المضارب ما تتبدلش. المفروض يبقى في ميزانيه لل 66 على فكره. او نبدل المضارب. سؤال حضرتك ده وجيه جدا، عارفه ليه ما ينفعش؟ لان كل المضرب زي ما قلت لحضرتك مش كله زي بعضه، في خشبه بتبقى سريعه، في جلده بتبقى سريعه جدا، في جلده بتبقى بطيئه جدا، وكل لاعب بيلعب بستايل معين وبطريقه معينه، يعني في لاعب بيلعب دفاعي بيحط جلد معينه دفاعيه، ما ينفعش حد يلعب تاني بيها لاعب تاني يلعب بيه بنفس المضرب. تمام.
يعني على كل حال احنا بنستفسر علشان نفسنا ان يكون في فعلا توفير للابطال دول اللي هم بيرفعوا اسم بلدنا بعد كده، يعني كل الامور اللي هم بيحتاجوها. فحتى لو ان كان البادجت او الميزانيه غير كافيه، نتمنى فعلا يكون في ايجاد حل من خلال الشركات الوطنيه والسبونسر شيب اللي موجوده في العالم كله. ده الحل الوحيد اعتقد. ده الملف اللي احنا دلوقتي شغالين عليه في الاتحاد، والحقيقه هي الوزاره مش متاخره عننا في حاجه، ولكن احنا بنحاول نشوف مصادر اخرى انها تدعم وتصرف. لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم والمصر كلها ان احنا الحمد لله الحمد لله عاملين خطه اعداد قويه جدا 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 للمنتخب المصري، والحمد لله شاركنا من ضمن خطه الاعداد، شاركنا في بطوله الاردن اللي فاتت وخدنا المركز الاول وحصدنا اعلى الميداليات، وشاركنا في بطوله السعوديه لسه الشهر اللي فات وخدنا اعلى الميداليات برضه، وان شاء الله ان شاء الله في بطوله افريقيا دي هنطلع الاوائل برضه وهنحقق ميداليات ونتاهل لباريس باذن الله. وفي معسكر دولي حتى، يمكن انا شايف الكابتن سيد مع حضراتكم المدرب المنتخب كان بيحكي ان في معسكر، احنا عاملين معسكرين، معسكر للمنتخب المصري كله، وفي الاتحاد الدولي عامل معسكر لجميع دول افريقيا، مستضيف من كل دوله اربعه، وجايب اعظم مدرب في العالم في البارالمبي الكابتن اليساندرو الايطالي، خبير ايطالي ما شاء الله عليه، يعني مفيد جدا جدا واستفدنا منه كتير وموجود. والمعسكر ده هينتهي ان شاء الله النهارده اخر يوم فيه، وده برضو من ضمن خطه الاعداد لكل ده، مش لافريقيا وبس، وافريقيا نفسها لباريس 24 باذن الله. إن شاء الله بالتوفيق جدا. ونشكرك سيادة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة التنس الطاولة على هذه المداخلة، شكرا لك جدا. إيه بقى؟ أنا فعلا مستني بس سمعت اسم كابتن إبراهيم. بس إحنا للأمانة عارف إيه بقى دي اللي طلعت بداها دي؟ تعقيب. بليغة جدا. ليه؟ لأن المكالمة دي حصلت من خلالها أو يعني نتجت عنها في ميكس كده، ما بتبقاش عارف أنت تفرح ولا تزعل. يعني عارف لما تقول على حاجة اللي هو هم يضحك وهم يبكي مع فرق الأمثلة، لأن في كلام مشرق ولطيف بيتقال، وفي نفس الوقت في كلام يستحق التوقف أمامه وتأمله. فكرة إن إحنا بنتكلم على إن عندنا مشكلة في كور، الكورة اللي سعرها 50 جنيه والمضرب اللي سعره كذا، ولازم يبقى عدد الأبطال محدود عشان نقدر نصرف عليهم في الوقت اللي الدولة فيه بتنادي بمضاعفة عدد الأبطال البارالمبيين. طب نحلها إزاي؟ أنا أقول لحضرتك بس في كام بوينت كده إيه مش عايز أنساهم. واحد، لما جت سيرة إبراهيم حمدته اللي هو بيمسك المضرب ببقه، هو نزل فعلا على موقع الاتحاد الدولي كباريس، مدينة باريس بتستقبله قبل البطولة ما تلعب. لأنه حالة استثنائية زي ما كان المستشار بيقول، دي حقيقة. حاجة فعلا فخر، مش عايز أقول يعني صحيح. حاجة مش طبيعية. طبعا. كمان اللي يقرب منه يعني حاجة رائعة، يعني حتى المضرب أهو، المضرب هو كمان عامل له وصلة معينة، يعني نهاية المضرب داخل شوية كمان جوه. مين اللي يقدر فيه ويسيطر عليه؟ مظبوط. مين اللي يقدر يمسك المضرب ببقه يلعب بيه؟ طبعا. سوري أنا آسف، دقيقة. طبعا. لا ده هو بيلعب مباريات وبيكسب ابطال العالم، في بطولات العالم بيروحوا عشان يسلموا ابطال العالم في الاسوياء، يعني في صوره المالونج هو رايح بيحتفي بكابتن ابراهيم، فحاجه فخر جدا. طب طمنا عن حماته، يعني هو بيعمل حاليا، ليه دخل، يعني عايش ازاي؟ ما هو احنا حابين نطمن على هذا البطل الاستثنائي المصري. والله هو يعني انا برضو معلوماتي الشخصيه في حياته الشخصيه محدوده، ما اقدرش اقول. هل ما تعرفوش على المستوى الشخصي؟ لكن يعني لكن هو لا، على المستوى الشخصي هو مش عايز اقول، يعني علاقاته، احنا قاعدين بقالنا فتره بلاقي مكالمات من شخصيات يعني حاجه كبيره قوي. لا هو يعني فعلا طب ربنا سفير يكرمه حقيقي. بس عايز اقول برضو نقطه فنيه في حته المضارب، وال يعني حضرتك قلتي برضو حاجه عجبتني قوي في حته يبدله. لا ده حضرتك بتحاول تلاقي حل للمشكله. ما حسيت مضربي واروح. لا ده المضرب الموضوع يعني شائك في ان الكل لاعب مضربه وجلدته والجلد بتتغير. يعني هو المستشار عصام زيدان بيتكلم في جزئيه مهمه في حته المضارب وارقامها، كلام مظبوط، واحيانا كمان بيعدي الرقم ده حسب نوع الخشبه وحسب نوع الجلده. فهي المشكله خاطر ان كمان الجلد بتتغير، ده رقم واحد. يعني الجلده مش خلاص جبنا جلدتين يعملوا مثلا تقريبا 4000 فيتغيروا، ده بيبقى يعني طالع
اسمها ايه يعني اوردر معين، بيبقى مواصفات معينه بالظبط كده. بالظبط كده، يعني مثلا حتى كان في الفيديو وانا بلعب ايقاع الكره بلعبه بطيء شويه نتيجه ان اللعبه اللي قدامي هي معاها ديفنس، فلازم تتمرن على الايقاع بتاع المضرب بتاعها. طيب في كان هتبقى في فيديوهات الناس بتلعب اهو، كابتن ابراهيم مثلا اهو، في سرعات لا عشان المضارب سريعه، يعني بص نتخيل بيلعب ازاي يعني بالشكل ده وكره مستمره وتحكم ما شاء الله. فعايز اقول ادي في سرعات، يعني مثلا في لعيبه في المنتخب في سرعات، فبيختلف كمان حتى في السرعات الانواع مختلفه. السرعه دي مثلا 10 من 10، في واحد تاني بيستخدم سرعه 8 من 10، بتتناسب حسب كمان مستوى الحاله الطبيه اللي هو فيها. فالموضوع يعني انا اسف مش بين السهوله، يعني غير ان هو الملف يعني كبير ومتشعب ومليان تفاصيل، ونتمنى ان حضرتك ان شاء الله تيجي تنورنا مره كمان ان شاء الله بعد في نفس الاطار ان شاء الله. إن شاء الله. بس يعني خليني اقول نهايه، او يعني عشان ننهي الفقره، مشهد حلو ان احنا نشوف بنفسنا ونعرض لحضراتكم طبعا الاستعدادات اللي كانت للبطوله الافريقيه، هتبدا باذن الله بكره. كل التوفيق، هنتابعها اكيد كمان على قناه النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق كمان في البارالمبياد. يعني إن شاء الله. انا مش هاخد منك وعد كم ميداليه طبعا، بس اتمنى واعتقد دي امنيه كل المصريين ان يبقى عدد الميداليات باذن الله في باريس اعلى كمان من طوكيو. متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك كابتن سيد. ربنا يخليك. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. اكيد حضرت يعني او شاهدت انطلاق الموسم من النسخه الحاليه من الدوري بالامس. النهارده النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا. قبل ما نتكلم معاك عن رؤيتك لماتش الاهلي والمصري، عايزين رؤيتك لمشوار النادي الاهلي المتوقع خلال النسخه الحاليه من الموسم. والله الاهلي يمكن عودنا دايما ان هو يعني بيكسر سقف طموحاتنا بانجازات كبيره، ويمكن هو عنده الكفاءه وعنده القدره على ده. ويمكن تدعيمات من التدعيمات للنادي الاهلي الموسم ده بلاعبين جيدين جدا، اذا كان امام عاشور او رضا سليم او موديست المهاجم الافريقي، شايف انه لا الموسم موسم كبير. يمكن النهارده لك بس مباراه الاتحاد العاصمه، وده يعني الاهلي عودنا طول الوقت ان الحاجات اللي في بدايه الموسم دي زي دروس بيبدا ياخد منها قوه، زي السهم بيرجع لورا شويه عشان ينطلق بسرعه اكبر. اكيد ده درس اللعيبه للجهاز الفني، لان لازم من اول ثانيه بمنتهى القوه بندخل كل بطولاتنا بمنتهى القوه. انا شايف ان ده الاهلي هينطلق من مباراه المصري النهارده باذن الله. طبعا يعني مباراه السوبر بتبقى معظم الوقت بتكون يعني مباراه واحده حسب حاله اللعيبه، ممكن يكون دي اوف للعيبه مش في افضل حالاتها الذهنيه او على مستوى الاستعداد الفني او التجهيزي. لكن انا شايف ان الاهلي ان شاء الله يبدا الموسم ده بدايه جيده، عنده عناصر جيده في كل المستويات او في كل المراكز، بدايه من حراسه المرمى الحارس الاول في مصر وافريقيا، خط ديفنس على اعلى مستوى. شفنا المنتخب اتاثر بعدم وجود محمد عبد المنعم في الحته الدفاعيه، محمد الشناوي في حراسه المرمى، اتاثر المنتخب في مباراته امام تونس. لعيبه الاهلي لعيبه كواليتي عالي طبعا على المستوى الفني والذهني والشخصيه اللي مبنيه من تاريخ وعراقه النادي الاهلي. فانا شايف لا الموسم موسم كبير، بادئ بدايه حاميه جدا وقويه جدا. البنك الاهلي البنك الاهلي بيستعد استعداد كبير، والناس بتبص له بصه كبيره جدا جدا الموسم ده. بتلاقي طلائع الجيش عامل يعني مفاجاه كبيره جدا وكسبان 2-0، فدوري شكله فيه مفاجآت كتير. ولكن النادي الاهلي عودنا دايما انه في المباريات الكبيره وفي الدوريات كمان تحديدا في المباريات الكبيره بتكون انطلاقاته كبيره ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تبقى البدايه موفقه باذن الله. انا عايزه اتكلم بقى عن اللي جاي وبدايه النهارده ان شاء الله، الموسم والدوري والماتش المصري. اتكلمنا وقلنا ان كابتن علي ماهر برده طبعا ومهام جديده، و اكيد هو داخل وعنده هدف واحد ان هو وان لن يفوز على النادي الاهلي ان هو يظهر بمظهر المنافس القوي، فده متوقع بشكل كبير جدا. خلينا برضو نروح شويه لتوقعاتك لشكل المباراه او حتى بدايه المباراه. هنلعب بشكل هجومي، هنلعب بشكل دفاعي، هنعمل ميكس ما بين الاثنين، خلينا نعرف. لا الاهلي دايما بيلعب على سيطره على الملعب، على منطقه نص الملعب،
وبيلعب على انه طول الوقت هو الفعل مش رد الفعل. الكابتن علي ماهر كمان يعني ابن من ابناء النادي الاهلي واخد على الحماسه العاليه، واخد على ان انا كل مباراه عايز ادخلها يعني اطلع منها باقصى مكسب، ولكن حتى زي ما حضرتك قلت حتى لو اداء جيد، ولكن طبعا النادي الاهلي يمتلك لاعبين جيدين جدا في كل المراكز ومفاتيح لعب كبيره جدا جدا، وعنده دكه بدلاء كبيره جدا جدا، يعني يقدر يستعين بالناس اللي موجوده على الدكه، نفس طويل، شخصيه في كل المباريات، بيلعب لبلاس 90، ما عندوش موانع ولا عقبات كبيره جدا جدا في كل المباريات. النادي الاهلي عنده حلول كبيره جدا على المستوى الفني والبدني والذهني والشخصيه في الملعب. الكابتن علي ماهر اكيد يعني لسه ماسك الفريق الموسم ده، اكيد عايز يظهر بشكل جيد جدا على المستوى الفني، ولكن قدامه مهمه صعبه، يعني قدامه هو بيلعب قصاد الاهلي بطل الدوري الموسم اللي فات وبطل افريقيا يعني والتاريخ العظيم والاعراق الكبيره والامكانيات المتواجده يعني حاليا، يمكن تدعيمات كمان اللي جايه للاهلي تدعيمات كبيره على مستوى اللاعبين المستخدمين حديثا سواء امام عاشور او رضا سليم او مودريتس او موديست، فانا شايف انه لا قدامه مهمه كبيره جدا جدا، ماتش صعب جدا جدا على الكابتن علي ماهر ولاعبيه، ولكن ويمكن دايماً مش محظوظ شويه ان اول مباراه مع الاهلي. بالظبط بالظبط. لا مش محظوظ، هو كمان اكيد يعني اتفاجئ او اتصدم بالقرعه لما عرف ان اول مباراه مع الاهلي، طبعا ماتش تقيل جدا جدا على اي حد في الدوري يعني. فانا شايف لا الاهلي عنده خط ديفنس على اعلى مستوى، خط مرمى على اعلى مستوى، عنده نص الملعب من اقوى الخطوط على مستوى افريقيا كلها والشمال الافريقي، عنده خط هجوم عالي جدا، هنشوف النهارده مودست ومدى تاثيره على الناحيه الهجوميه. يمكن احنا كانت مشكلتنا قبل كده او مش مشكلتنا يعني، لكن احنا طول الوقت حابين ان احنا يبقى عندنا حد تارجت مان، مهاجم سترايكر اللي هو يتعمل له كروس يتحط يلعب بالهيدرز يلعب يقدر يخلص من انصاف الفرص زي ما بيقولوا. هنشوف النهارده طبعا مودست ان شاء الله يكون موفق. يمكن المباراة اللي فاتت بس عندي تعليق صغير انه كان الملعب مفتوح قوي ومقفول على الاثنين الباكين سواء هاني او معلول، اتمنى ان هم ما اعرفش دي كانت بتعليمات من جهاز فني او هم كانوا فاتحين الملعب عشان يفتحوا خطوط دفاع اتحاد العاصمه اللي كان متكتل جدا امام هجوم الاهلي يعني. فانا شايف ان هو لو ضم شويه وساب مساحه لعلي معلول او لمحمد هاني عشان يتعمل كورسات هنستفاد كويس جدا جدا بالكرات، هيكون عندنا تنوع اكبر يعني. على ذكر الخطوط، احنا دلوقتي عندنا يعني كل خط ليه خط موازي وعندنا سكواد وسكواد موازي يعني. تمام. الفريق يعني فيه بسم الله ما شاء الله كم وافر وكبير من النجوم مش حتى اللعيبه العاديين. الى اي درجه انت شايف ان دي ممكن تكون قوه ضاربه للنادي الاهلي مع انطلاقه الموسم الجديد، فكره ان انت يبقى عندك فريق مليان باسماء كل اسم منهم اتقل من الثاني وفي كل مركز عندك بدل البديل اثنين وثلاثه وكلهم اتقل من بعض، شايف انعكاسات ده ايه؟ هو يمكن ده هيفيدنا اكتر في يعني عارف في بالظبط. احنا عندنا كثافه مباريات الفتره اللي جايه كبيره جدا جدا، من سواء الدوري السوبر اللي هو الدوري السوبر اللي هو الافريقي، كاس العالم للانديه، عندنا يعني عندنا استحقاقات كتير. بالظبط عندنا يعني مواجهات كتير جدا الفتره اللي جايه، وكل 3-4 أيام في مباراه كل يعني بشكل كبير جدا ومكثف، فانت محتاج كل اللعيبه تكون على نفس المستوى، وده افضل حاجه عملها النادي الاهلي الموسم ده ان هو عنده لعيبه ممكن يجيب من على الدكه اي حد يلعب والاداء العام للفريق مش هيتاثر. تمام. بالعكس ده في تحسن طول الوقت، انت عندك كل لعيبه عنده رغبه وعنده قدره ان هو يؤدي الاداء الفني المطلوب منه بمنتهى الكفاءه والقدره. فانا شايف انه ده شكل جيد جدا. احنا كنا بنطلب من اداره الاهلي قبل كده توفر لنا دكه قويه بنفس قيمه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، لان ده بيدي لك قوه وانت هتقابل مستويات متفاوته، مش كل الفرق اللي هتقابلها مستوى اقل منك، انا هتقابل فرق منافسه ليك بشكل جيد او بشكل قوي، فانت محتاج نوعيه اللعيبه دي ومحتاج الكثافه اللعيبه اللي موجوده وكم اللعيب اللي موجود ده يكون موجود عندك سواء في الملعب او سواء على دكه المباريات يعني. فلا ده شيء جيد جدا يعني، حاجه تحسب للنادي الاهلي وتحسب لاداره النادي الاهلي ان هو عنده لعيبه بالقدره وبالقوه دي وبالكم ده، والفرق الكبيره كلها كده يعني، الفرق الكبيره لازم يبقى عندها
بدل البديل اثنين وثلاثه، لانك انت شايف يمكن اكرم توفيق عنده اصابه بقاله ست شهور مش موجود، كريم فؤاد نفس الكلام، عندك لعيبه بتتعرض لمواقف او اصابات او اجهادات او حاجات زي كده، فعمليه الروتيشن بالظبط بالذات مع المباريات والبطولات بالظبط، وانت الوارد. كمان كل بطوله انت داخلها مطالب بالتنافس عليها او بالحصول عليها، فلازم تكون جاهز وعندك القدره على طول الوقت. وانا شايف ان الاهلي قام بده بشكل جيد ان شاء الله، بدايه الدوري واحنا عندنا كمان بطوله افريقيا وسوبر افريقي، فعندنا احتياجات كبيره الفتره اللي جايه. انا عايز اروح شويه واخد برضو وجهه نظرك او رايك في الانديه الصاعده، منها بلديه المحله وزاد طبعا والجونه. شكل الدوري هل هيختلف الموسم ده بالانديه الصاعده؟ هل هتادي بالشكل اللي هم نفسهم؟ اكيد يعني احنا شفنا تدعيمات كبيره جدا، زاد يمكن عنده 22 صفقه انا حسب معلوماتي، فيعني لا يعني الانديه دي اكيد سعيده بصعودها واكيد عندها استراتيجي معينه واكيد عندها امال كبيره ان هي تخش وتنافس مع انديه جماهيريه كمان بقى لها تاريخ او لها تاريخ كبير جدا، فبتشوف ده ازاي خصوصا ان ماتشات كمان معاهم يعني؟ للاسف يعني ليه للاسف كده بدأ؟ ما هقول لحضرتك للاسف ليه، انا جاي لحضرتك دلوقتي. للاسف انا شايف الفرق اللي صاعده بتعمل تدعيمات كبيره ولكنها ممكن ما تكونش بالمستوى العالي جدا، يعني انت هتقابل الاهلي وهو مستعد بشكل عامل ازاي، هتقابل بيراميدز مستعد بشكل ازاي، هتلاقي من زمان عمل صفقات من الاهلي كمان يعني بالظبط، لكن الصفقات اللي واخدها من الاهلي صفقات كلها لاعبين صغيرين خبراتهم مش عاليه جدا، محتاجين احتكاكات كتير ومواجهات كتير ومشاركه كبيره. انا شايف ان انت لازم يكون عندك قوام اساسي على الاقل 10 لاعبين قدام وتبدا تعمل عليهم 10 15 صفقه كمان زائد الناشئين الموجودين عندك، فتبقى انت عملت توليفه كويسه من الخبرات ومن الشباب ومن اللعيبه الجدد عشان تقدر تسيطر على الفرقه وتقدر تعمل انسجام سريع، لانك انت في بدايه الدوري بيقابلك على الاقل 4-5 مباريات، لو ما ظهرتش بشكل جيد وقدرت تحصل على نقاط يعني تدي لك قوه وتدي لك استمراريه هتقع من بدري، والعامل النفسي والمعنوي للانديه او للعيبه او للاجهزه الفنيه او الادارات في البدايات بتفرق، يعني في احنا لو شفنا قبل الموسم اللي فات ده كان غزل المحله يمكن خد في بدايه الموسم حوالي 18 بونت او يعني مشي كويس جدا جدا في بدايه الموسم او يمكن حوالي 22 بونت تقريبا حاجه زي كده، والدور الثاني ما لعب عدد مباريات كبيره جدا طول الدور الثاني ما خدش يمكن 4 بونت او 5 بونت وكان هيتاثر وكان هيقع، يعني عارفه ويمكن فضل على نقطه واحده بس في الدوري الموسم قبل اللي فات، فضل على نقطه واحده في الدوري اللي فاده في الفتره دي كلها هو التحصيل في البدايه، يعني تحصيل النقاط في البدايه، لو كان خد الموضوع من البدايه ما جهزش بشكل كويس او ما جمعش بنقط بشكل كويس والدور الثاني كان صعب عليه، لان طبيعي الدور الثاني بيكون اصعب من الدور الاول، بيبقى انك تحصل على بونت في الدور الثاني صعب جدا، فكان ممكن يقع يعني كان ممكن مش هيجمع، فاللي فاده في الفتره اللي فاتت او طول المباراه طول الدوري ان هو في الدور الاول جمع نقاط كويس، فانت لو قابلك ان انت ما جمعتش بنقط او نقاط كويسه في الدور الاول هيقابلك مشاكل كبيره جدا على المستوى المعنوي وعلى المستوى الاستمراريه. احنا ناخد بق ميه بقى، ده اكيد ده لازم. ما بدهاش. طيب احنا اخر كام سنه يعني ما اسهل ان انت تستنتج المربع الذهبي هيضم اسماء مين من الفرق، يعني الاربع الفرق الاقرب للمنافسه على درع الدوري، ايه اللي مطلوب عشان نرجع تاني زي زمان؟ بس لو حيدنا الاهلي والزمالك صعب تقول مين بقيه الفرق اللي هتبقى وراهم في القائمه لان كلهم اتقل من بعض وبالذات الانديه الجماهيريه والشعبيه والتدعيمات الاخيره كمان، لكن في فرق خلاص يعني هي طلعت او اتولدت كبار زي مثلا بيراميدز فيوتشر سيراميكا كليوباترا، يعني في فرق كده او تحس ان هي اتولدت كبيره، ده اللي انا كنت بتمناه من الفرق اللي طلعت الثلاثه اللي طالعين سواء البلديه او الجونه او زد، كنت اتمنى ان هم يعني يكونوا مستعدين اكتر، وانا يعني اتمنى ان هم يكونوا يعني ممكن يكونوا متساعدين، لكن الصفقات اللي موجوده وتعاقدوا معاها مش الصفقات المبشره قوي او الصفقات اللي تديهم ممكن يزعلوا منك بقى لو سمعوا الكلام. لا ما يزعلوش لانه ممكن يكون البادجت بتاعهم هو كده ما يقدرش، تخيل البادجت بتاعه الانديه او انديه الشركات يعني مش ممكن زد يعني. لكن بلديه المحله ممكن الجونه ممكن، بس الجونه برضو يعني 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 انا شايف انه جونا عنده كمان تقريبا زد يعتبر هم تقريبا يعني نفس العيله يعني. نفس العيله يعني، ف
فبالنسبه لهم ممكن يهتموا بفريق اكتر يعني من فريق تاني. فانا شايف انه لا، انا شايف ان الموسم ده موسم صعب على الانديه اللي صاعده جدا، موسم صعب جدا على الانديه اللي صاعده، قدامهم مجهود كبير جدا جدا على مستوى الفني او التجهيزي او الاستعدادي، لازم يستعدوا بشكل كويس جدا جدا. حتى لو انا عندي يعني سواء خلي بالك الدوري الممتاز ده عامل زي الرهان بالظبط، يعني واجد وارد جدا تلاقي فيه لعيب طالع انت مش عارفه او جديد على الدوري، بس تلاقي اي دوري في الدنيا بيبقى دايما فيه مساحه لوجود مثلا يقول لك الحصان الاسود القادم من بعيد، عارف المسميات دي ما عندناش منها بقالنا فتره. لا لا ليه انت تحس ان العمليه محسومه بين اربع خمس اسماء يعني كتير. السنه اللي فاتت كان في اسوان كانت الحصان الاسود، كانت فرقه تعتبر بأقل امكانيات تحت قياده كابتن ايمن الرمادي بالظبط يعني بالظبط يعني كانوا بعيد جدا كبادجت او كاستعداد، ورغم كده كانوا ماشيين كويس. يمكن عشان كم التدعيمات اللي عملوها مع بدايه الموسم اللي فات، فكده ادى انطباع عند ناس كتير ان احنا هنشوف اسوان مختلف. بالظبط انت شفت اسوان مختلف؟ لا لا انا مش شفت يعني. انا شفت بدايه من وجود الكابتن ايمن رمادي بدا يبقى فيه شكل وبدا يبقى فيه طبعا يعني تواجد، لكن انا شايف استدامه بقى استدامه. برافو عليك. انا اللي انا بتكلم فيه الاستدامه دي مهمه جدا. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا في يعني في سياق الحوار بتاعي، الاستدامه مهمه جدا. انت عندك لعيبه ممكن تقع منك اثناء اثناء الدوري بالنسبه للولاد الصغيرين او التدعيمات اللي بدات في الانديه الثلاثه يعني الانديه الكبيره خلاص لو دعمت بثلاث اربع لعيبه جداد ما فيهاش مشكله هيدخلوا واحده واحده، لان انت عندك اصلا القوام الاساسي موجود. ولكن لما يبقى بتعتمد كقوام اساسي على لعيبه كلها جديده وخبراتها مش عاليه جدا في الدوري، ده بيبقى فيها مخاطره شويه. فانا شايف ان انت لا اعمل قوام اساسي ليك من لعيبه متمرسه في الدوري الممتاز. أيوة وخلي هيعملوا الصفقات دي ازاي برضو يعني كابتن احمد؟ خلينا يعني دلوقتي زيد مثلا صعد مؤخرا ويقدم يعني برضو موسم كويس، خلينا نقول عنده بعض اللعيبه الكويسه. طب هو هيعمل تدعيمات اكتر من اللي عملها ازاي؟ انا مش بدافع عن زيد، انا اكس يعني ماليش علاقه بزيد اصلا. انا فاهم. هيجيب يعني ازاي ممكن يعمل صفقات كبيره من انديه كبيره غير الصفقات المحدوده اللي يقدر تبقى يعني او هيقبله حتى اللعيبه ان هي تروح يعني؟ انا بتكلم انه ده نادي زيد بقى نادي دوري ممتاز دلوقتي لا يقل عن انديه الدوري الممتاز. بس اول تجربه ليه، انا فاهم، بس ما بيراميدز كان اول تجربه ليه وكان عنده كم لعيبه كبيره وفيوتشر بيراميدز. بيراميدز وكان وفيوتشر نفس الكلام، كان عنده لعيبه اول ما بدا على طول كان عنده لعيبه كبيره واستقطب لعيبه كبيره جدا من انديه وبدا يعني. انا اللي بتكلم انت عندك البادجت وعندك الامكانيات وعندك القدره، فانت قادر تجيب صفقات اكبر، قادر تشارك بصوره يعني اوضح من دي. البلدية المحله ما عليهمش لهم قوي ان انت لا لازم تجيب يعني ممكن يكون امكانياتهم قدراتهم الماليه هي كده مفيش مشكله، لكن يقدر يعني بالعين الخبيره او بالعين اللي هي الكويسه اقدر استقطب لعيبه مش اسماء كبيره سوري ناخد بقه ميه ثاني بقى ولا انت مش اسماء كبيره ولكن سوري لان انا لا بالعكس عادي مفيش حاجه بتحصل على طول ممكن مش اسماء كبيره ولكن اسماء او ممكن تصطنع يعني ممكن تصطنع، ممكن يكون المدرب عينه كويسه عارف يجيب لعيبه شافها عن قرب قادر يطلع منها حاجه كويسه، فدي حاجه محترمه يعني. فممكن هم الانديه او المديرين الفنيين يقدروا يجيبوا لعيبه يعملوا التوليفه الكويسه، يقدر يعمل التوليفه الكويسه. فوارد جدا تلاقي بلدية المحله بشكل مختلف او شكل جيد، وارد جدا تلاقي الجونه بشكل جيد رغم ان الصفقات ممكن ما تكونش افضل حاجه. ممكن تلاقي مثلا انديه من اللي انت مستنيها تبقى في حته كويسه، تلاقي يعني الدوري دوري مفاجآت، واحنا تعودنا طول السنين اللي فاتت ان هو لا الدوري هو في مفاجآت فعلا وماتشات لا تنسى. مثلا الماتش اللي احنا بنتفرج عليه ده كان الاهلي والزمالك، احنا كسبنا وقتها 4-1 صح كده؟ 4-1 انا فاكر. يعني في ماتشات حلوه كده تفرحك وفي ماتشات النتيجه بتاعتها تبقى عليها علامات استفهام. بص يعني الدي اوف حسب حاله اللعيب يوم المباراه، ممكن اللعيب كل اللعيبه بتجهز او المدير الفني دايما بيجهز لعيبته طول الوقت ان هي تبقى في افضل حاله، ولكن حاله اللاعب يوم المباراه واستعداده وهدوء وشخصيته وخلي بالك يعني ممكن يكون مثلا في مشكله في لاعب او في اتنين وممكن يتم استبداله وما فيش مشكله، لكن لما تبقى حاله عامه للفريق دي الكارثه الكبيره او ده اللي ما بيقدرش المدير الفني يتدخل في الوقت ده، فبيكون خلاص يعني انت بتقدر تطلع او بتبدا تطلع باقل خسائر في المباراه دي وخلاص. فحاله اللاعب في يوم المباراه
هي المهمه جدا. ولو كانت حاله جماعيه جيده فانت بتشوف مباراه هايله جدا طب. ولو حاله عامه او مثلا مش في افضل الحالات بتشوف مباراه سيئه حتى لو تدخل المدير الفني بتبديلات او بتغيير طريقه لعب او الكلام ده او اسلوب لعب او الكلام ده برده بيكون في دي اوف خلاص بيبقى حاله عامه للفريق يعني. طيب خلينا بقى نقف شويه عند اخر المنضمين حديثا لسكواد النادي الاهلي رضا سليم وامام عاشور واخيرا مودست. رؤيتك لكل اسم منهم على حده وعلى انعكاسات وجوده ان شاء الله ضمن سكواد النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. لا انا شايف الثلاث صفقات هايلين جدا والله. يعني امام عاشور هو مقدم قبل كده اوراق اعتماده كلاعب داخل الدوري المصري ومنتخب مصر. رضا سليم لعيب سريع جدا وعنده شخصيه وشخصيه النادي الاهلي موجوده فيه، تحس انه متربي جوه النادي الاهلي، عنده شخصيه لعيب سريع لعيب قوي لعيب عنده دايما عنده حلول كمان عنده حلول كبيره جدا جدا. مودست لعيب برضو يعني تارجت مان، تحس انه لعيب فايتر كده ولعيب قوي يعني تقدر تستفاد منه او تقدر يعني تلعب على القدرات دي الفتره اللي جايه. وشفنا كان مادي اداء مش وحش ابدا في ماتش العاصمه يعني بالظبط. انا بتكلم على مودست كمان يعني مودست ك لا انا بتكلم على رضا سليم بس. مودست لسه تعرف برضو كابتن احمد صعب الواحد يحكم من بدري يعني عندنا مشكله ان انت الحكم بيجي قبل اصلا ما تشوف حاجه يعني انا بحكم وخلاص فده صعب جدا برضه يعني اكيد احنا جايبين صفقه اكيد احنا واثقين في الاختيار اللي احنا جبناه بس ننتظر ان احنا نشوف يعني ولا الحكم المسبق ده الجمهور عندها عندهم توقعات عاليه قوي وما بيرضوش يشوفوا باقل من اللي هم توقعوه من كل لاعب منهم على حده بالظبط. يعني انت بتيجي شايف لعيبه كبيره وشايف اسماء وكمان متقدمين بشكل كويس يعني متقدم مودست متقدم للنادي الاهلي بشكل كويس وللجماهير بشكل كويس بتبقى عايز تشوف اللي انا شفته ده او اللي انا سمعت عنه ده كلهم الحقيقه بيتقدموا لا بيتقدموا بشكل جيد جدا يعني لا بجد انا مبسوط جدا من تقدمه الاهلي فيها احترافيه وفيها شياكه وفيها تحس ان انت جايب وبتدي اللاعب يعني باور حلو بتدي له بوش حلو ان هو جاي في مكان راقي وشيك وعارف يقدمك بشكل جيد يعني. فانا شايف ده كويس جدا. انا اتوقع نجاح مودست يعني كستايل شكله حلو. رضا سليم عنده انطلاقاته وشكله في الملعب جيد جدا. امام عاشور لعيب مش غريب على الدوري المصري ولعيب جيد جدا ومجرد بس ما يتعمل له سوفت وير بتاع النادي الاهلي ويبدا يخش في يبدا يخش في الـ في, الـ في الاجواء بتاعه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. هل تحميل السوفت وير ممكن ياخد وقت شويه زياده في حاله امام عاشور نظرا لخصوصيه انضمامه لينا من نادي معين تاني؟ لا لا اكيد هيبقى سريع جدا جدا يعني. انا شايف ان هو الولد لسه صغير وهو حابب يكون متواجد وحابب يقدم اوراق اعتماده بسرعه، هو بس ما ينشغلش بالسوشيال ميديا يعني كل دقيقه بيتقال عليه ايه. لا 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 هو يفصل تماما ويدي كل اهتماماته للملعب او المستطيل الاخضر وللتعليمات داخل النادي الاهلي. تعليمات النادي الاهلي كلها فيها دوافع وكلها فيها معنويات عاليه، لازم يستفاد من ده، يستفاد من اللعيبه اللي قبل منه في النادي وازاي تاقلموا بسرعه وانسجموا وانصهروا داخل الفريق. لا انا شايف ان امام عاشور عنده القدره وعنده الكفاءه ان هو يكون واحد من اهم اللعيبه اللي انضمت للنادي الاهلي خلال ال10 او ال15 سنه اللي فاتوا دول. هو عنده القدره وعنده الكفاءه وانا عندي ثقه فيه كبيره جدا يعني ان هو هينجح مع الاهلي بشكل كبير. طيب كابتن احمد لو هنروح شويه نسيب اللعيبه وتعال نروح للمديرين الفنيين، مين من وجهه نظرك ممكن يتالق من المديرين لا ناخد ميه تاني هو على فكره التكييف هو السبب، انا حاسه ان انا عايز اقعد برده كحله ويعني نشوف حل فيه. المهم انا جاي من سفر ده جاي من سفر جاي من سفر علينا ده منين جاي شاليه اوكي انا قلت جاي من عمان هيبقى مشوار بعيد قوي لو رحت المديرين الفنيين شويه وقلت مين من وجهه نظرك الابرز او ممكن ان انت يفاجئك باداء ونتائج رائعه مع الفريق بتاعه في الدوري هذا الموسم؟ انا شايف علي ماهر بصراحه مع الصفقات اللي عملها انا شايف ان هو هيقدم موسم كويس يعني، واستنادا كمان للموسم اللي فات. الموسم اللي فات عامله كويس جدا مع فيوتشر، وصل بيهم للمربع الذهبي وكان قبلها مع المصري ومقدم معاهم برضو موسم. انا ما فهمتش ليه التعديل ده حصل يعني، هو كان فعلا عامل يعني مع فيوتشر اداء كويس ليه يعني؟ انا كمان استغربت جدا لكن انا شايف ان هو كمان يعني حلو جدا ان المدرب للمدرب والله يعني انا شايف المدرب مع الوقت
بحس انه ما بقاش عنده جديد يقدم. عارفه لما بيغير المدرب لما بيغير هو ما لحقش عشان جديد يقدمه. هو لاعب موسمين مع فيوتشر. أيوة عمل فرقه كويسه في اول موسم والموسم والأداء الثاني والاداء بعد كده كان بالظبط كان جيد جدا وخد رابع الدوري وكان مقدم اداءات كبيره جدا وعمل فرقه وطلع من عنده كمان لعيبه يعني اتباع من عنده لعيبه نتيجه شغله مع اللعيبه لعيبه ظهرت وراحت الانديه يعني اتباع من عنده لعيبه كويسه الانديه يعني دخل خزينه النادي فلوس كويسه. ده اللي انا بقوله نتيجه شغله بالظبط. فهو عمل نتائج وعمل شغله كويس. لكن انا شايف ان هو لو رجع المصري هيقدم برضو اداء كويس استنادا لقبل كده وكان في المصري قبل كده برضو وصل بيهم للكونفدراليه. تعرف احنا لو نستقر شوية مكانش عن الفيوتشر تحديدا بس لو نستقر شوية ببعض الأندية ان فكرة التغييرات الكتيرة دي في مجلس في الإدارة الفنية بتؤثر لان بتؤثر على الأداء. انا دلوقتي عايز استقرار اكتر. يعني احنا عندنا الموضوع ده زايد قوي عن لو جيت قارنت نفسك بالعالم ما فيش الكلام ده. الروتيشن اللي عمال يحصل عندنا ده صعب جدا. بس هو الروتيشن لما بيكون عندك يعني سوء نتائج او عندك مثلا يعني وحتى يعني لو عندك سوء نتائج موسم او اتنين ده يعني انا عايز التوفيق مش معاك. فده يعني ده في انديه كبرى بتقعد على بطوله اربع خمس سنين على فكره. انا مع حضرتك بس انا بتكلم انه ان احنا مثلا لو انت نتيجه سوء اداء او سوء نتائج او الكلام ده ماشي اوكي يعني مسموح بيه او اوكي ما عندناش مشكله ان الدنيا مش ماشيه مع المدير الفني فبنغير. لكن المدير الفني واصل الكونفدراليه ومقدم لاعبين جيدين جدا وكمان ظهر لعيبه ما كانتش اصلا اسمائها كبيره خلى ليهم اسم كبير وبتاع الكلام ده وبدا يتم دلوقتي يعني الاستعانه بيهم في انديه اكبر. فانا شايف لا انه يعني قرار انا شايفه ممكن ما يكونش جيد بالنسبه لاداره فيوتشر. لكن انا شايف ان هو يعني اختيار جيد من مستر كامل ابو علي لعلي ماهر كمدير فني. لا انا شايفه اختيار جيد جدا. انا شايف المصري هيقدم اداءات كبيره الموسم ده. جاب لاعبين جيدين الفتره دي. عنده كمان سكواد قديم هو بنى عليه مش ما بيبداش من الصفر. عمليه الانصهار او الانسجام ما بين الجديد والقديم كابتن علي ماهر بيجيب دايما رجالته طول الوقت وهو رايح اي نادي بياخد معاه اربع خمس لعيبه هم عارفين طريقه لعبه مع ان هو كان موجود في النادي قبل كده وكان في دعم ليه جماهير كبير قبل كده. يعني ممكن المصري يفاجئنا الموسم ده يفاجئنا بشكل عام. لكن انا شايف ان هو يعني لا انا شايف ان هو هيقدم مباريات كبيره. لكن نتيجه النهارده او الاداء النهارده مع النادي الاهلي لا بيتعمل النادي الاهلي حسابات كبيره جدا جدا من كل انديه مصر يعني مش مصر محليا وافريقيا بيتعمل للاهلي. يعني الاهلي لو انا بلعب بنسبه 100% قصاد الفرق اللي هي من مستواي او اللي اقل مني فانا بلعب قصاد الاهلي 200% و300% انت بتلعب قصاد الاهلي فلازم تكون مستعد على كل المستويات سواء العامل الذهني او النفسي او المعنوي او صحيح. او الفني او الخططي فلازم انت او البدني لازم تكون في كل المستويات جاهز للنادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير التعامل معاه لازم يكون بحذر شديد جدا. طبعا احنا بنشكرك على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا نورتنا. ان شاء الله نشوفك على خير باذن الله واجازه سعيده باذن انا رحمة. سعيد جدا دايما بتواجد مع حضرتك طبعا. احنا نختم ونكح براحتنا بقى ناخد راحتنا بقى الموضوع بقى صعب. شكرا جزيلا. شوف حضراتكم ان شاء الله غدا في حلقه يعني جديده واخر الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي ونتمنى كل التوفيق النهارده ان شاء الله لفريقنا وتبقى بدايه موفقه كمان للدوري باذن الله. هنختم مع حضراتكم لمباراه الاهلي والزمالك او هنسيبكم بقى في الختام مع مباراه الاهلي والزمالك السابقه. مع السلامه.